السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الويبينار تحت عنوان Using Cloud, Artificial Intelligence, Blockchain and New Technologies in Traditional Industry, Poultry as an Example. يقدم لنا الويبينار ده دكتورة نعمات التازي ودكتور إسلام أو أستاذ إسلام خليل. هيكلمونا عن شركتهم أبو إردان. الدكتور نعمات هي أحد المؤسسين لشركة أبو إردان، وهي شركة بتساعد المنصة بتساعد شركات الدواجن على زيادة الربحية عن طريق زيادة الإنتاج باستخدام التكنيكس اللي اتكلمنا عليها. دكتور نعمات أيضا حاصلة على درجة الدكتوراه في إدارة البيانات وتحليل البيانات من جامعة ميشيغان وجامعة القاهرة. دكتور نعمات عندها أكثر من 18 سنة خبرة في مجال software development، وهي أيضا أستاذ مساعد في جامعة القاهرة. أستاذ إسلام خليل هو أيضا أحد المؤسسين للشركة، خلال 22 سنة من الخبرة كان بيقدم خدمات لمؤسسات في حوالي 4 قارات. ودكتور إسلام حاصل على درجة البكالوريوس والماجستير في كمبيوتر ساينس من الجامعة الأمريكية بالقاهرة. ممكن دلوقتي نخلي الدكاترة يبدأوا يتكلموا، ولو في أي استفسارات عند حضراتكم ممكن نستقبلها في الكومنتس على اللايف، وفي الآخر إن شاء الله دكتورة نعمات وأستاذ إسلام هيجاوبوا على الأسئلة بتاعتكم. اتفضلي يا دكتورة نعمات ودكتور أستاذ إسلام. أهلا وسهلا بيكم كلكم. طيب احنا مينلي النهارده، شكرا جدا يا باشمهندس احمد على المقدمه الجميله دي. احنا مينلي النهارده هنتكلم عن ابو اردان. احنا عارفين كلنا في مصر ان ابو اردان صديق الفلاح، فاحنا مينلي هنتكلم عن ابو اردان بس صديق الفلاح الالكتروني. والرحله بتاعتنا، يعني احنا مينلي الاجنده النهارده ان احنا هنرو ثرو هنرو ثرو الرحله بتاعتنا من اول ما بدانا من تكنولوجي لغايه ما بدانا بقى عندنا فراخ. يعني ايه تكنولوجي لغايه فراخ هنقول دلوقتي، وبعدين هنتكلم على الديجيتال ترانسفورميشن وازاي ان احنا بنحول تحويل عموما او ديجيتالايزنج اي اندستري، اي صناعه ازاي ان احنا بنغيرها تبقى ديجيتال، وايه الثلاث اعمده الاساسيين علشان نغير الصناعه دي. وبعد كده هنتكلم على ازاي احنا بنستخدم التكنولوجي الجديده زي الارتفيشال انتليجنس، البلوك تشين، الاي او تي، كل الحاجات اللي هي الجديده ازاي احنا بنستخدمها وبنستغلها علشان تفيد المزارع. وبعد كده هنقول لكم ازاي ابو اردان دلوقتي هو يونيك على مستوى العالم، وهو فيتشرد ازاي في ديفرنت organizations حوالين العالم. فده mainly الأجندة بتاعتنا النهاردة. وطبعا احنا يسعدنا لو في اي سؤال في خلال اللايف، لو حد عايز يبعت اي سؤال، وباشمهندس احمد لو حضرتك تحب برضو تقول لنا السؤال حتى في وقته مفيش مشكلة، احنا ممكن احنا في النص حتى يبقى الدنيا interactive شوية، تبقى اظرف كتير من ان احنا نستنى لغايه الاخر. يعني احنا افيلبل لو في اي اسئله برده في النص، احنا مفيش مشكله في كده. يعني فاحنا هنبتدي دلوقتي ازاي احنا بدانا من كان عندنا بس يعني كان تكنولوجي، احنا زي تكنولوجي بيبل وبقينا بتوع فراخ. بس باشمهندس اسلام بقى هيقول لنا الجيرني بتاعتنا كانت عامله ازاي، الرحله دي كانت عامله ازاي. ممتاز. الاول اهلا بيكم. فزي ما دكتوره عماد كان بتقول، احنا ما بنحبش نعمل برزنتيشنز، انا بنحب دايما تبقى ديسكشنز. فيا ريت لو حد عنده اي اسئله او يحب نتناقش في اي حاجه وقفونا ونتكلم ساعتها، فمش لازم نستنى لحد الاخر وبعدين يبقى في ديسكشنز في الاخر. بس في الاول خليني احكي، احنا الباك جراوند بتاعنا كلنا سوفت وير وتكنولوجي وبيانات وتحليل بيانات لشركات من قطاعات مختلفة. الأساس بتاع في بداية أبو إردان، قبل أبو إردان شوية تاريخ، كان مازال يعني عندنا في شركة تانية، والشركة التانية دي مازالت شغالة بتعمل سوفتويرز بتاعت
سوفت ويرز بتاعت انتربرايزز عموما، بتاعت شركات او مؤسسات كبيره، وبتعمل الحاجات اللي ليها علاقه بتحليل بيانات في المجالات دي. فطبيعه الشغل اللي احنا كنا بنعمله للزباين، كنا بنبقى شغالين مع عدد صغير من الزباين لفترات طويله قوي. يعني من ضمن مثلا الزباين بتوعنا حد زي البنك الدولي مثلا، وبنقعد نعمل له ديفلوبمنت لسوفت ويرز مثلا لمده قعدنا 15 سنه مثلا او حاجه زي كده بنعمل له ديفلوبمنت. فده دي طبيعه الزبون اللي احنا بنتعامل معاه، عدد قليل وفترات طويله. ففضلنا قاعدين شغالين بالطريقه دي، والطريقه اللي احنا بنشتغل بيها هو ان احنا بنروح للزبون نشوف ايه المشاكل بتاعته، ونقعد بقى نعمل تحليل لنوع المشكله عباره عن ايه ويتحل ازاي، وبنشتغل معاه عشان نحط له الحل ونعمل له البرنامج. وبعدين في اغلب الاحيان كمان حتى مش بنسلمه برنامج، بنديره له. يعني هما بيطلبوا مننا ان احنا ندير البرنامج ليهم على انه زي على كلاود كده، وهم يستخدموه، فهم يركزوا في الجزء البيزنس واحنا نعمل لهم كل ما هو ليه علاقه بالتكنولوجي المتعلق بالحل او الحلول اللي احنا عملناها له بالبرامج دي. البرامج دي عاده كان بيبقى فيها شق اوبريشنال وشق كبير جدا تحليلي. ف تحليل البيانات، نقدر نطلع لهم مؤشرات اداء، نطلع لهم حاجات يقدروا يبصوا عليها عشان يتابعوا نوعيه الشغل عباره عن ايه. وعاده دي كانت بتبقى مؤسسات شغاله في كذا دوله بطريقه ظريفه. بس فده ده نوع الحاجات اللي احنا كنا بنعملها في الاساس. جينا بعد فتره قعدنا نبص على، بما السلايد بتقول سكيلينج، نبص على جروث. احنا عايزين نشوف احنا بنجرو ازاي، لقينا نفسنا بنزيد، بيزيد عدد الناس، بيزيد عدد الكاستمرز، بيزيد الحاجات دي كلها، بس من ناحيه بروفيتابيلتي، من ناحيه المكسب، ما بتزيدش، او ما بتزيدش زي ما احنا كنا عايزين. فاكتشفنا كذا حاجه، ان احنا الموديل اللي احنا شغالين بيه لينير قوي زياده عن اللزوم. يعني لو احنا عندنا، احنا بنبيع مان اورز في الاخر، فلو احنا عندنا 10 اشخاص وبنجنريت اكس مبلغ من الريفينيو، لو احنا عايزين جنريت 100 اكس لازم نبقى 1000. فاحنا ما ينفعش نبقى 1000، مش عايزين نبقى 1000. فصعب يعني انك انت تعمل شركه فيها 1000 واحد، ده موديل تاني خالص، احنا مش عايزين الموديل ده خالص. فقررنا ساعتها ان احنا محتاجين نبتدي نتجه لحاجه تانيه، محتاجين نبتدي نتجه لبرودكت ديفلوبمنت، ان احنا عايزين نعمل منتج، والمنتج ده نبتدي نبيعه، ما يبقاش كل مره بنعمل ديفلوبمنت من اول جديد، يبقى المنتج معمول عشان حاجه معينه ويبتدي يتباع لكل الناس اللي شغاله في المجال ده. بس فقعدنا تقريبا سنه بنبص على حاجات مختلفه ومش عارفين احنا هنعمل ايه. قاعدين عاملين نجرب بروتوتايب، نعمل بايلوتس في حاجات مختلفه، وحتى نجربها مش تكنيكي بس، كمان نجربها بيزنس. يعني نعمل بايلوت ونبتدي نتكلم مع ناس، بروف كونسبت، ونشوف حاجه زي كده هنقدر نبيعها ازاي. وبعدين الكريتيريا بتاعتنا كانت ان احنا عايزين نختار قطاع نعمل فيه سوفت وير. ده القطاع ده السوفت وير ده فيه كذا كريتيريا. اول حاجه ان هو يبقى بيكابيتالايز على الكور كومبتنس بتاعنا، الحاجات اللي احنا كويسين فيها، الحاجات اللي احنا بنعرف نعملها كويس، اللي هو ان احنا نقعد مع الناس نلاقي حل للجزء البيزنس في السوليوشن بتاعهم، والجزء اللي ليه علاقه بتحليل البيانات، والجزء اللي ليه علاقه بإدارة البرنامج، على أساس إن الناس تركز على الجزء بتاع البيزنس وما لهمش دعوة بالتكنولوجي، وإحنا ناخد بالنا من كل الحاجات بتاعت التكنولوجي اللي هم محتاجين يعملوها. وبعدين ده الجزء الأولاني. الجزء الثاني إن إحنا عايزين نبص على سيكتور نقدر نعمل فيه إمباكت كويس. فإحنا مش عايزين نختار سيكتور نعمل فيه سولوشن مجرد سولوشن ثاني أو ثالث أو خامس، عايزين حاجة نقدر نعمل فيها تأثير. فبس فقعدنا ندور على القطاعات المختلفه، وقررنا ان احنا نبتدي نبص في الزراعه. والسبب في الزراعه هو ان احنا شايفين ان الزراعه underserved شويه، ما فيهاش سبورت كويس من الجزء بتاع التكنولوجي. في تكنولوجيز موجوده طبعا وكل حاجه، بس والتكنولوجيز كبيره جدا كمان، بس التكنولوجيز الكبيره دي بتبقى الناس اللي بتستخدمها الشركات الضخمه جدا الى حد ما، وما بتبقاش دايما متاحه بسهوله للمزارعين اللي في مستويات مختلفه.
مش شرط صغيرين بس، حتى المتوسطين او حتى الكبار اللي ما هماش مالتي ناشونالز مثلا. فقررنا ساعتها ان احنا نبص على قطاع الزراعه وعايزين نعمل حاجه في قطاع الزراعه. فابتدينا ان احنا نشتغل، عملنا تصور بتاع ان يبقى في سيرفيس، السيرفيس دي موجوده على كلاود والمزارع بيقدر يستخدمها عشان يدخل فيها البيانات بتاعته وعشان تساعده في متابعه الحاجات اللي هو زارعها، المحصول بتاعه، ويعرف ايه المعاملات اللي محتاج يعملها، محتاج يرش ايه، محتاج يروي ازاي، محتاج الحاجات دي كلها ازاي. وابتدينا في تطوير فعلا ويذر ستيشن، جهاز اللي بيقيس درجه الحراره والرطوبه والتربه والمطر وكل الحاجات دي. والتركيز بتاعنا كان ان احنا عايزين نعمل الويذر ستيشن دي تبقى سهله الاستخدام جدا، اي حد يقدر يستخدمها. وفعلا عملنا برضو بايلوت بروف اوف كونسبت ويذر ستيشن فيها كل الامكانيات اللي هي بتعملها، زائد ان هي بتشتغل اوتوماتيكلي، فيها بطاريه، فيها سولار بانل عشان تشحن، خلايا شمسيه عشان تشحن على طول، وفيها حتى سيم كارد كمان بتاع موبايل، على انه مجرد يحطها في المكان وتشتغل، مش محتاج اي حاجه يحطها يوصلها زياده، مش محتاج اي بنيه تحتيه، مش محتاج اي شيء خالص. فابتدينا عملنا كده، وابتدينا نعمل موبايل ابلكيشن، وابتدينا نعمل حاجات على كلاود وبس. وكان الهدف بتاعنا هو الزراعه بس. فضلنا شغالين، وبعدين في الفتره دي ابتدينا يبقى في شويه اكسبوجر صغير، دخلنا كذا حاجه من الكومبيتيشنز اللي موجوده، وحضرنا ايفنتس مختلفه، وكانوا دايما بيختارونا من ضمن الحاجات الكويسه والبروميسنج. يعني رحنا مثلا جلوبال انوفيشن سامت في سيليكون فالي في امريكا، واختارونا من احسن 2 بروجكتس ليهم بوتنشال كويس. فبس فبالنسبه لنا ده كان حاجه اكسايتنج جدا وكويسه، وشايفين ان في بوتنشال كبير اللي احنا بنعمله. وفضلنا قاعدين شغالين، فضلنا قاعدين شغالين في البروتوتايب بتاع الزراعه، وبنعمل حاجات في الزراعه. وبعدين قررنا ان احنا عايزين نعمل بقى بايلوت حقيقي، فهنختار واحد او اتنين من المحاصيل المختلفه ونشتغل عليها، نعمل بايلوت عليها، نحط في السيستم البيانات المتعلقه بالمحاصيل دي ونخليه يبتدي يشتغل. لما ابتدينا نعمل حاجه زي كده اصطدمنا بمشكله صغيره، وهي ان اراء الخبراء المختلفين في ازاي المحاصيل دي المفروض يتعامل معاها ممكن يبقى فيها اختلافات. يعني ممكن واحد يقول حاجه، واحد تاني يقول حاجه تانيه، واحد تاني يقول حاجه تالته، وممكن يبقى فيه اختلاف بين انهي راي هو اللي احسن. بالنسبه لنا دي كانت مشكله، احنا بتوع تكنولوجي، احنا مش بتوع زراعه، فهل احنا هنحط الراي ده ولا ده ولا ده؟ وبعدين لو حطينا الراي ده ممكن حد يجي يقول لا لا لا، ده غلط، ده دول هم اللي صح. ففي الاخر هتبقى مصداقيه السيستم بتاعنا فيها كلام بسبب حاجه مش في ايدينا، حاجه مش بتاعتنا اصلا، الجزء اللي ليه علاقه بالدومين، اللي ليه علاقه بالزراعه بس. فما كناش عارفين نعمل ايه في حاجه زي كده. كذا مره قابلنا حد، مره نصحنا قال لنا سيبوكم موضوع الزراعه ده وشوفوا الفراخ. فاحنا ساعتنا قلنا فراخ؟ لا فراخ ايه يا عم، احنا شغالين في الزراعه وعملنا حاجات كتير، والناس قالوا لنا دي كويسه جدا، ورحنا سيليكون فالي وقالوا لنا انتم من احسن الناس وكل حاجه. لا لا لا، سيبك موضوع الفراخ ده. بعد كده قابلنا حد تاني قال لنا برضو ايه، سيبوكم موضوع الزراعه ده، بصوا الفراخ. فالموضوع بيتكرر. قابلنا حد تالت قال لنا نفس الكلام. فقلنا طب ما نبص بالفراخ فعلا ايه الموضوع. فبصينا في الفراخ، الفراخ كانت انترستنج. الفراخ ميزتها باختلاف الزراعه انها محدده جدا وواضحه جدا. الفرخه او الكتكوت بيعملوا شركه بتاعه جينيتكس، الشركه بتاعه جينيتكس دي بتعمل الكتكوت، والكتكوت ده بتطلعه معاه سبيكس واضحه، معاه التفاصيل بتاعته واضحه جدا، ومعاه كتالوج. الكتالوج واضح جدا جدا جدا، الكتالوج فيه جدول، الكتكوت في عمر يوم، عمر يومين، عمر ثلاثه، عمر اربعه. في اليوم الاولاني بياكل كذا جرام علف، بياكل كذا، بيشرب قد ايه ميه، محتاج يبقى فيه كام كتكوت في المتر المربع، محتاج درجه حراره كام، درجه الرطوبه كام، الاضاءه كام ساعه في اليوم، قوه الاضاءه كام لكس، كل شيء، كل حاجه معروفه، متوقع اللي يموت منهم كام في الميه، وزنه يبقى قد ايه. فكل حته محطوطه بالملي ومعروف السبيكس بتاعتها بالملي. فالكلام ده بالنسبه لحد بتاع ديتا ده كنز، ده حاجه ممتازه،
انا كده عندي كل الحاجات مظبوطه، اقدر عندي ارقام اقارن بيها، احسب بيرفورمانس، احسب ديفيشن، اعمل كل اللي انا عايزه. فبس فساعتها عملنا بيفوت شويه من موضوع الزراعه للفراخ، which is ده جزء من الزراعه برضه، مش برايمري اجريكلتشر بس، من قطاع الزراعه الكبير ككل. بس فعملنا التغيير الصغير ده، استخدمنا حاجات طبعا من اللي احنا كنا شغالين فيها وكونسبتس من اللي احنا كنا شغالين فيها، وفي حاجات تانية كتير عملناها مخصوص للجزء بتاع الدواجن. بس فده كان الجزء بتاعنا بتاع النقل من الزراعه للدواجن. فضلنا شغالين بقى شويه في الديفلوبمنت، وبعدين بعد فتره قررنا ان ده كان بروجكت جوه الشركه الرئيسيه. فقررنا في الاخر ان احنا البروجكت ده شايفين ان هو لوحده كبير وبروميسنج، وقررنا ان احنا نعمله سبين اوف ويبقى شركه منفصله لوحده. فعملنا له سبين اوف وبقى شركه لوحده وملوش دعوه بالشركه الرئيسيه، الشركه الرئيسيه شغاله زي ما هي، وده بقى شركه منفصله بذاتها، وجزء منا ساب الشركه الاولانيه وبقى هو المسؤول عن الموضوع بتاع ابو وردان. ابتدينا نشتغل، احنا دلوقتي مش بتوع فراخ، احنا بتوع تكنولوجي، بتوع تحليل بيانات. فابتدينا نشتغل قريب جدا عن قرب مع ناس متخصصين في الفراخ. وبعدين الميزه هنا ان احنا كنا بنشتغل بنعمل شغالين بطريقه اجايل، ففي اتريشنز كتيره جدا جدا جدا، والاتريشنز كانت صغيره قوي لدرجه ان احنا كان عندنا اثنين اتريشنز في الاسبوع. يعني احنا كنا بنتقابل يوم الاثنين نوريهم الحاجات اللي احنا بنعملها ونتناقش فيها ونشوف فيها حاجات ولا محتاجه تغير، وناخد سباكس جديده ونقعد نشتغل عليها، ونرجع نتقابل تاني يوم الخميس، وبعدين نفس الحكايه تحصل ونتقابل تاني الاثنين، وبعدين نتقابل تاني الخميس. فالبروسيس السريعه دي والاتريشنز دي، وبعدين كل اتريشن كنا بنوريهم حاجه، احنا بنديهم حاجه بيستعملوها على طول، من يعني على طول من اول يوم، فهو فعلا بيستخدمها وفعلا لو في مشاكل طلعت بيقول لنا عليها وبنصلحها. فميزه الموضوع ده ان هو يعني احنا بصراحه من غير حاجه زي كده كان صعب قوي ان احنا نعمل حاجه زي كده وتبقى مستمره بالشكل ده وبالوضوح ده. هي يعني طبعا الاتريشنز الطبيعي انها ما بتبقاش 3 ايام او 4 ايام زي ما احنا بنتكلم، يعني طبيعي ان اي حد بيعمل اتريشنز مثلا اسبوعين اقل حاجه، بس بالنسبه لنا كنا عايزين نثبت ان احنا لا نقدر نعمل كده، وكنا عايزين كمان الكلام ده يبقى في وقت قصير لان الناس كلها بتجري في العالم عموما، فاحنا عايزين فعلا الحاجه بتاعتنا دي تبقى يعني نوصل قبل الناس كلها. ف that's why احنا بدأنا نشتغل في الاتريشنز فعلا كانت 3 ايام او 4 ايام ماكسيمم، وكان الموضوع صعب بس يعني we made it يعني. بس جزء برضه منها ان الاتريشنز الكتيره دي خلتنا قريبين دايما من الـ من من الـ من الكاستمر، وعلى طول بنتكلم معاه. وبطبيعه الحال لما الواحد بيشتغل بسبرنتس قصيره وكتير واتريشنز كتيره، بيقلل الريسك بتاعت انه يحصل ديفيشن عن اللي احنا محتاجينه، وبيقلل الريورك، لان في الاخر انا بروح اتكلم مع حد بيقول لي الحاجات ونقعد نتكلم فيها ونبرين ستورم على البورد ونكتب ونرسم ونعمل كل حاجه، وبعدين بروح انفذها. وارد ان انا في حاجه افهمها غلط، او حاجه هو يقولها لي هو كان متخيل انها حاجه بس هي طلعت مختلفه سنه، او انا افهم منه حاجه واوصلها للتيم بتاعي غلط. ففي حاجات كتيره بتحصل، وارد انها تحصل وكل شيء. فعشان كده مهم الموضوع ده. ففي الحاله دي لو انا فهمت حاجه غلط او في حاجه ما كانتش مظبوطه في السكه، الماكسيمم انا هخسره يومين، مش هقعد اشتغل عليها اسبوعين ثلاثه وتيم شغال وبعدين بعد كده اكتشف ان الاسبوعين ثلاثه دول كانوا في اتجاه مش مظبوط، فهعمل كوركشن بسرعه. فدي ميزتها ان هي قللت جدا الريسك وبتاعه الديفيشن عن المظبوط، وخلتنا قريبين جدا جدا من الخط اللي احنا المفروض نمشي عليه فعلا بجد. بس اوكي طبعا علشان نقدر نعمل كده برضو، كان الفكره كلها ان احنا يبقى عندنا MVP او بيقولوا عليه مينيمال فايبل برودكت، اللي هو جزء صغير من البرودكت نفسه ينفع ان هو الكاستمر يستخدمه ويبقى فانكشنال ويبدا ان هو يتعامل معاه ويبدا ان هو يطلع منه نتيجه.
وبعد كده نبني البرودكت incrementally، يعني حبة حبة. المفروض بنبدأ نجمع، يعني نحط requirements زيادة ونبدأ إن إحنا نبني البرودكت واحدة واحدة لغاية ما يبقى برودكت كله على بعضه، قبل ما نروح للكاستمر على طول ببرودكت كبير ونقعد نشتغل في الضلمة. لا، زي ما باشمهندس اسلام كان بيتكلم، بيقول لا، احنا محتاجين ان احنا نتكلم مع الكاستمر اكتر عن ان احنا نبقى قاعدين جوه الشركة بتاعتنا، قاعدين شغالين تحت الأباجورة ومالناش دعوة بالناس خالص، مالناش دعوة بالكاستمر. فاحنا لازم مع الكاستمر لازم نبقى شغالين كويس جدا، يعني ده أهم حاجة. يعني اصطدمنا بحاجة تانية، ده مش معناه ان انتوا تقفلوا التليفون ولا حاجة، ده مين، احنا اصطدمنا بحاجة جامدة جدا بعد ما جينا ان احنا نعمل deployment الاولاني في المزارع بقى نفسها. مزارع الدواجن عموما بتبقى في اماكن نائية بعيدة عن اي، ما بيبقاش جواها انترنت كويس، على اساس ان يبقى فيه بايو سيكيورتي ويبقى ما فيش نقل امراض للمزارع دي، لان طبعا الدواجن حساسه جدا، فلو في اي مرض جه ممكن يضيع القطيع كله، وده طبعا بيبقى انفستمنت بملايين يعني. فاصطدمنا بالمشكله دي، ان المزرعه احنا عاملين بقى حاجه على الكلاود، والمفروض ان الداتا عادي هتسنكرونايز وتروح على الداتا، هتروح على الكلاود على طول وما فيش مشكله، انت تدخل على الموبايل تشتغل وما فيش اي مشكله عندك. جينا اول مزرعه نبدا ان احنا نشتغل عليها، مدير المزرعه هيبدا يشتغل، مفيش انترنت اصلا. الانترنت بيجي لما بيدخل، ما بيدخل العنبر، عنبر الدواجن نفسه ما فيهوش اي انترنت. وهنا المفروض ان هو بيسجل البيانات، في سنسورز بياخد الداتا بتاعتها، في بيبدا ان هو يلم النافق، فبيبقى عنده عدد مثلا بتاع النافق قد ايه، في ارقام كتيره وفي حاجات كتيره محتاج ان هو يدير المزرعه بتاعته من خلال البيانات دي كلها، وان هو المفروض يدخلها على طول على البرنامج. فهو ما يعرفش يعمل كده جوه العنبر، وما خرج بره بعد ما مشي شويه بعيد عن العنابر بقى عنده سيجنال ويقدر ان هو يشتغل. فلقينا ان دي مشكله كبيره قوي وتخطيناها. تخطيناها ازاي؟ مينلي احنا اشتغلنا على برضو تكنولوجيز جديده، منها كان ساعتها كانت لسه جديده ال HTML5. HTML5 المفروض ان في تقدر تبني اوف لاين ابلكيشن، فاحنا خلينا السيستم بتاعنا على طول بيبقى اوف لاين لو ما فيش انترنت، تقدر تشتغل عليه كان في انترنت بالظبط، يقدر ان هو يتفاعل معاه المدير المزرعه، يقدر ان هو يتفاعل مع الابلكيشن، يقدر يبعت داتا ويشتغل عليه وما فيش اي مشكله. وانس ان هو يبقى عنده اي سيجنال، اشاره صغيره جدا من الانترنت، السيستم لوحده بيقدر ان هو يبعت الداتا وسينكرونايز بين الابلكيشن وبين السيرفر. فده كان من الفيتشرز اللي من غيرها ما كانش هيبقى سهل خالص ان احنا ندبلوي عند اي مزرعه من المزارع اللي احنا اوريدي عاملين لها ديبلويمنت. فدي حاجه كانت اساسيه يعني. نوضح بس حاجه صغيره، ده برضو حاجه ظريفه بتوري الواحد بيبني ازاي على قبل كده. يعني احنا زمان مثلا في المرحله اللي قبل كده لما كنا بنطور برامج لناس تانيه، كنا بنطور مثلا من ضمن حاجه للبنك الدولي، وبتشتغل في دول كتيره جدا في الدنيا، وكان في بعض الدول كان اكشلي يعني قبل الحرب كان في اليمن وكده، كان بيبقى في حتت ما فيهاش انفراستراكشر، ما فيهاش انترنت، وفي ناس في الدول دي المفروض تستخدم البرنامج. ففي اماكن فيه وفي اماكن تانية في الجبال اللي ما فيش، والراجل اللي في الجبال ده ما تلاقيش يستعمله. فاللي احنا عملناه ان احنا اشتغلنا على طريقه نخلي الناس دي تستخدمه، بان احنا بنجنريت اوف لاين فيرجن من البرنامج بيقدر يستخدمه مؤقتا، ولما يرجع في العمار تاني بيسينكرونايز اوتوماتيك، بيابلود ويداونلود الداتا ويشتغل. فاحنا كان المشكله دي قابلتنا في كونتكست تاني خالص، وبعدين حلناها بالشكل ده. فبالنسبه لنا دي ما كانتش برضو مشكله نشوفها لاول مره، كانت المشكله دي احنا شفناها قبل كده وحليناها، وابتدينا اشتغلنا على الحل بطريقه تبقى مناسبه. وفعلا زي ما دكتور نعمان بتقول، من غيره كان مستحيل البرنامج هيشتغل، لان المزارع كلها بطبيعه الحال بتبقى عاده في حتت بعيده، ومش دايما البنيه التحتيه بتاعت الحتت البعيده دي والكونكتيفيتي والتليفونات والانترنت بتبقى شغاله كويس. فدي كانت حاجه جوهريه عشان الموضوع يعرف ينفع يشتغل. زائد انها ممكن تبقى نفس المشكله
بس يبقى ليها حلول مختلفة على حسب التكنولوجيز الموجودة في الوقت ده. يعني في وقت الـ IFC ما كانش فيه HTML5، حليناها بطريقة مختلفة. في الوقت بتاع أبو إردان لما بدأنا المشكلة لما ظهرت، عملنا على طول موضوع HTML5، لأن الفكرة كلها إن الواحد لازم يشوف التكنولوجي الموجودة ويبدأ إن هو يستغل التكنولوجي علشان تقدر، عشان تبقى benefit ليه، عشان تبقى حاجة كويسة بالنسبة له وتساعده يعني. فده كان بالنسبة لنا البوينت الأساسية. فدي الرحلة كلها من أول ما بدأنا من التكنولوجي لغاية ما وصلنا للفراخ. تاني جزء بقى هنتكلم عليه هو الديجيتال ترانسفورميشن. انا طيب دلوقتي انا داخله على اندستري جديده اللي هي بتاعه الفراخ. اندستري دي فيها حاجات معقده، فيها اوبري، فيها عمليات مختلفه لمزارع مختلفه بانواع مختلفه، وكل مزرعه بتبقى بشكل مختلف. بمعنى ان انا عندي مثلا في مزارع اسمها امهات، في مزارع جدود، وكل دورة حياة الفرخة في كل مزرعة تبقى مختلفة تماما عن المزرعة التانية. يعني الأمهات مختلفة عن الجدود، مختلفة عن التسمين، مختلفة عن اللايرز البياض. فأنا في الآخر دلوقتي أنا عندي أوبريشنز كتيرة جدا، فمحتاج أعرف هل إن أنا أعمل ديجيتال ترانسفورميشن لصناعة زي دي، هل هي حاجة سهلة؟ هل مجرد ان انا اعمل السيستم بتاعي وخلاص كده انا هعمل سيستم والدنيا تشتغل وخلاص كده تمام، ولا كان في مشاكل تانية ممكن ان هي تقابل اي حد عايز يعمل ديجيتال ترانسفورميشن لاي صناعة عموما، اي اندستري؟ فلقيت ان في ثلاثة بيلرز، ثلاث اعمدة اساسيين لازم يبقوا موجودين في اي ديجيتال ترانسفورميشن، اي تغيير يعني عشان نغير اي صناعة محتاجين او نخليها ديجيتالايز، محتاجين ثلاث اعمده اساسيين. قبل ما ادخل في ثلاث اعمده، كان في احصائيه كانت في 2019 في هارفارد بزنس ريفيو، قال ان mainly digital transformation initiatives، لما بعمل اي digital transformation في شركات وفي صناعات مختلفه، لقوا ان 30% من البروجكتس دي هي بس اللي نجحت. ده تقريبا كان 400 بليون دولار. والفيليورز كانت كل 70% من المشاريع اللي اتعملت علشان تعمل ديجيتال ترانسفورميشن في الشركات فشلت. تقريبا 900 بليون دولار كلهم راحوا فشلوا تماما. فده نتيجة ايه؟ نتيجة ان هي مش تكنولوجي، هو الموضوع ملوش دعوة بالتكنولوجي، الموضوع اكبر من التكنولوجي بشويه. التكنولوجي دي حاجه جوه الديجيتال ترانسفورميشن، انا هعمل السيستم، هعمل ابلكيشن علشان تشغل الناس، بس مش بس الابلكيشن هي الاساسيه يعني. بالظبط. انا اكشلي دايما بحب اقول للناس ان التكنولوجي اسهل حاجه في الموضوع، دايما التشالنجز ما بتبقاش في التكنولوجي. التكنولوجي اي مشكله ليها حل، وموضوع سهل جدا وكل شيء. الموضوع اكبر من التكنولوجي بشويه كويسين. بالظبط. فاحنا بدانا ان احنا نشوف ايه الاعمده الاساسيه للديجيتال ترانسفورميشن ده، بيزد على الاكسبيرينس بتاعتنا، بيزد على الحاجات اللي احنا اوريدي مرينا بيها. فبدانا لقينا ان احنا اول حاجه عندنا ثلاث اعمده، كل بيلر او كل عمود اساسي المفروض هنبص له من ناحيتين او من منظورين. منظور internally جوه الشركه نفسها اللي هي المفروض تعمل لها digitalization، وجوه وبره internally، والناحيه الثانيه من ناحيه السولوشن نفسه والبروفايدر، من ناحيه الشركه بقى اللي بتقدم الديجيتاليزيشن لل اللي هو احنا في الحاله دي بالظبط، اللي هو احنا. فبالنسبه لنا اول حاجه يعني الانترنال هو الزبون اللي بيطبق، الشركه اللي بتطبق الترانسفورميشن ده جواها، والسولوشن بروفايدر ده هو الشركه الخارجيه اللي بتساعدها عشان تديها برودكت او بتعمل لها كونسلتيشن او اي حاجه من الحاجات دي. بالظبط. فلو بصينا على اول عمود او اول بيلر في الديجيتاليزيشن، هو اول حاجه الناس. هي الناس دي اهم حاجه واصعب حاجه. يعني احنا فعلا اكتشفنا ان الناس اصعب حاجه. اول حاجه احنا اكتشفنا ان احنا لازم يبقى في تشامبيون او بروجكت ليدر، حد مهم جدا جوه الشركه او عند الزبون. بالظبط كده، عند الزبون، ان هو يبقى شايل البروجكت، هو ده اللي عايز البروجكت تنجح، هو ده اللي بيزق البروجكت جوه الشركه علشان تنجح. من دون وجود حد يبقى عايز فعلا البروجكت تنجح جوه الشركه، هيبقى صعب جدا.
زائد ان الحد ده لازم الشامبيون ده يبقى اوريدي محبوب من الناس اللي جوه الشركه، يبقى عنده سلطه، بس مش سلطه بس، يعني ما ينفعش مثلا صاحب الشركه هو الشامبيون، الا لو صاحب الشركه فعلا الناس كلها حباه والناس كلها بتحترمه والناس كلها، الناس كلها بمعنى الناس كلها، يعني الناس كلها بتبقى عايزه تمشي على الاراء بتاعته، مش مجرد ان هو حاجه بتتزق من فوق على طول بتقول اه لا احنا هنشغل السيستم ده. وبعدين حاجة تانية، حتى لو صاحب الشركة علاقته كويسة بالناس والناس بتسمع كلامه وكل حاجة، مش عشان هو مدير بس فعلا بتسمع كلامه جدا، مش دايما ده برضو الاختيار الصح. لأن لو الشركة، لو هو مش شغال بإيديه، لو هو مش عارف التفاصيل كلها، لو الشركة كبيرة مثلا إلى حد ما، هو مش هيبقى ولا عنده الوقت ولا التركيز ولا ان هو يقدر يبقى عارف كل تفصيله شغاله ازاي. فلازم ده بيبقى حد ملم بالبيزنس كله شغال ازاي بنسبه كبيره، يقدر يتكلم مع كل واحد في البيزنس بلغته، يقدر يتكلم مع الراجل في التخصص الفلاني بلغه بتاع الفاينانس بلغته، بتاع البرودكشن بلغته، بتاع كل حاجه الكواليتي بلغته، علاقته كويسه بالناس وبيعرف فعلا يتفاهم معاهم، بس زائد ان هو عنده الوقت وبيعرف يخش في التفاصيل وقوي، يعني يقدر يحرك الحاجات جوه الشركه، ما هوش مش بيتابع من بعيد، هو غطسان في وسط الموضوع وعمال بيتابع، وعنده طبعا بقى كوميونيكيشن سكيلز كويسه وبروجكت مانجمنت سكيلز كويسه، لان هو اللي هيخلي البروجكت يبقى شغال في الطريق بتاعه ومظبوط. فالحاجات دي كلها لازم تتوفر في الشامبيون. دي طبعا مش حاجه سهله، مش دايما الشخص ده بيبقى موجود في كل شركه، بس عشان زي ما الدكتور نعمان كان بتقول اهم عنصر في العمليه هو العنصر البشري. العنصر البشري يا اما يخلي الحاجه تنجح يا اما يخليها تفشل تماما. فالشامبيون ده هو، او البروجكت مانجر او البروجكت ليدر ده هو الشامبيون، وهو الاهم عنصر في الموضوع كله، وهو اللي بيحدد نجاح او فشل الموضوع. ولازم البروجكت ليدر ده برضو لو هو جاي من حاجه هوريزونتال شايف الشركه كلها، دي هتبقى حاجه كويسه. لو هو جاي من فانكشن معينه، يبقى عنده القدره ان هو يشوف الشركه من منظور مختلف. يعني لو انا بتاع فاينانس، ما ينفعش ابقى ابص على الشركه كلها من عدسه بتاعت واحد بتاع فاينانس، لازم يبقى عندي القدره ان انا اسيب الفاينانس واروح اقعد في الكرسي بتاع الراجل بتاع برودكشن، واتكلم معاه وافكر معاه من وجهه نظر الانتاج. محتاج اعرف اسيب الكرسي ده واروح اقعد على الكرسي بتاع الراجل بتاع الكواليتي، وافكر في كل حاجه واشوفها من منظور بتاع الكواليتي. فدي برضو حاجة مهمة. لو أنا بتاع الاي تي، غالبا دي تبقى أصعب حاجة فيهم، لأن عادة الناس بتوع التكنولوجيا والاي تي بيبقوا يعني عندهم كمية أعباء كتيرة جدا ليها علاقة بالتكنولوجي، بتخليهم مركزين قوي في التكنولوجي، وهم سبورتنج فانكشن مالهمش دعوة بالكور بيزنس، ما هواش داخل في البرودكشن بيتم ازاي، والمؤشرات الأداء شكلها ايه، والكي بي اي شكلها ايه، وكل الحاجات دي بيبقى مركز في الجزء بتاع الاي تي. فمهم جدا اختيار الستيك هولدر ده، مهم جدا اختيار الشامبيون ده، وهو ده اللي هيحدد فعلا يا اما الموضوع ينجح او يفشل. هو الشخص الرئيسي في الشركه اللي بيحدد حاجه زي كده. فالعنصر البشري اهم حاجه، وبالتالي اللي بيدير الموضوع من ناحيه العنصر البشري برضه هو اهم حاجه في الموضوع كله. فده انترنال، ده جوه الشركه لو عند الزبون نفسه. عند الشركه اللي بتبروفايد السولوشن او اللي هو احنا بالنسبه لنا، المفروض ان البرنامج او اي حاجه فيها تكنولوجي المفروض تبقى سهله جدا ان هو يبقى رول اوت، او ان هو الناس تشتغل بيه من غير ما تمثل عبء على الناس اللي هتشتغل بيه. يعني المفروض احسن حاجه ان هي تبقى اسهل حاجه في الدنيا، ده تبقى سهله جدا ان هي تنزل جوه الناس كلها تقدر انها تشتغل بيها من غير اي عبء على الناس اللي شغاله هناك. فده اكزامبل مثلا بالنسبه للعنصر البشري. انا مثلا مزارع الدواجن ممكن يبقى عنده مدير المزرعه، او مش مدير المزرعه، اللي هو العامل اللي شغال في المزرعه، عامل بسيط ما تعودش ان هو يتعلم مثلا يشتغل ب كمبيوتر، وما عندوش اي باك جراوند تكنولوجي باك جراوند. فالمهم جدا ان هو عشان اوصل له لازم اصلا البرنامج يبقى سهل جدا، ولازم يبقى بيكلمه باللغه بتاعته، يعني اولا طبعا عربي، انا مش بتكلم على كلانجويج كلغات بنتكلم بيها،
لا انا بتكلم كمان ببساطه البرنامج نفسه، شكل الانترفيس يبقى سهل ان هو مجرد ما يبص على حاجه يفهم هو بيتكلم على ايه. فده من الحاجات المهمه جدا جوه العنصر البشري عموما او التعامل مع العنصر البشري يعني. يعني لو اديته في الاخر سيستم عشان يتعامل معاه، والسيستم ده معقد وشكله وحش وبياخد منه وقت كتير عشان يعمل حاجه كل يوم، ده كل ده كل دي بتبقى عقبات في سكه ان هو يعرف يستخدم البرنامج بطريقه افكتيف، وبالتالي ان هو يقدر يقوم بالواجب بتاعه اللي يخلي كل حاجه تشتغل بطريقه كويسه. زائد ان هو لازم يبقى بيستفيد منه، لان ما ينفعش اخلي واحد بيقعد يدخل بيانات وبعدين في حد تاني هو اللي بيستفيد من تحليلات البيانات والريبورتنج والاناليسيس وكل حاجه، والراجل ده بالنسبه له البرنامج لا يمثل اي شيء غير ان هو اضافه جات له في الشغل اللي هو بيعمله، ما بيضيفلوش حاجه، يعني هو بيضيف له مجهود بس ما بيضيفلوش فايده. فمهم جدا ان هو يبقى عنده الاثنين، يبقى بيشوف المجهود والفايده في نفس الوقت. وعشان كده احنا برضو في رحله تطوير البرنامج كان مهم جدا بالنسبه لنا ان احنا نعمل حاجه الهدف بتاعها ان لو واحد بيعرف يستخدم واتساب وفيسبوك كده هو يقدر يستخدم البرنامج، فما هواش اكثر تعقيدا من حاجه زي ببساطه واتساب او فيسبوك في منتهى البساطه زيهم. فدي كانت حاجه مهمه. وبرضو بسبب ده كنا نقعد نعمل تطوير لشكل الابلكيشن وشكل الانترفيس ونوريها للناس ونقعد ناخد فيدباك والكلام ده كله. واكشلي كتبنا الانترفيس 3 مرات، كتبنا الابلكيشن الموجوده في المزرعه دي 3 مرات عشان كل مره كنا بنعملها ونبص عليها احنا لسه مقتنعينها ممكن تبقى اسهل، نكتبها ونبص عليها لسه مقتنعينها ممكن تبقى اسهل. بنوريها كمان للمزارعين ويبداوا يشتغلوا بيها، ويبقى في كومنتس منهم. بيبقى لازم ناخد الفيدباك في الاعتبار، ما ينفعش ان احنا نبقى بنبص على حاجه بس، لا احنا لازم ناخد فيدباك من الناس اللي هتشتغل اصلا بالبروجرام ده. فده كان اساسي جدا، وعلشان كده عملناها يعني 3 مرات فعلا. اتغيرت هي 3 مرات، ده اللي هو الانترفيس كله على بعضه كشكل اتغير 3 مرات، بس طبعا في حاجات كتيره من جوه اتغيرت كتير جدا يعني. لان في الاخر الراجل ده اللي قاعد في المزرعه مش مدير شركه ولا رئيسها ولا اي حاجه، الراجل اللي قاعد في المزرعه ده هو اللي هيخلي الموضوع يشتغل او يفشل، هو ده الستيك هولدر الرئيسي، من غيره مفيش حاجه هتشتغل. فده بالنسبه لنا هو الستيك هولدر الرئيسي. الجزء التاني بقى اللي هو التكنولوجي انا ممكن نعمل بروجرام جميل جدا وكل حاجه، بس عند الزبون ما عندوش اصلا اي تي، ناس اي تي ان هم يبقوا فاهمين ان هم لا ده انا هعمل سيرفر واحط عليه الحاجه واشتغل، لا ده محتاجين ان حد يبقى عنده باك جراوند بتاع تكنولوجي علشان يبدا ان هو يعمل يوزرز ويبعت باسوردز، لا ده محتاجين كمان حد تاني بتاع تكنولوجي عشان نتورك جوه المزارع. ده كتير جدا. احنا محتاجين ان هو البروجرام يبقى سهل من ناحيه الاي تي كمان، ما يحملش الشركات اي عبء يعني. ممكن شركه ما يبقاش عندها اصلا اي تي، ناس بتوع اي تي خالص، وتبدا ان هو تشتغل بيها وما يبقاش فيها تشتغل بالبرنامج وما يبقاش فيه اي عبء من ناحيه الاي تي. فده اساسي من جوه من عند الكومباني نفسها اللي هي شركه الدواجن نفسها، مش محتاجه يبقى عندها ناس بتوع اي تي عشان تقدر ان هي تستخدم البرنامج ده. من ناحيه internally، من ناحيه الشركه نفسها. من ناحيه البروفايدر اللي هو احنا، كان لازم قوي، ما ينفعش ان البرنامج يبقى باقي قايم على تكنولوجي بس. لو تكنولوجي بس من غير الريكويرمنتس ومن غير الناس اللي عندها الخبره بتاعه الدواجن، ما كانش هينفع البروجرام ده، ما كانش ينفع اصلا يطلع. فكان مهم جدا ان يبقى فيه سولوشن زائد السولوشن نفسه كتكنولوجي زائد الناس بتوع البولتري. طبعا ده لو انا هجنرالايز الموضوع، لو انا هعمم الثلاثه بيلرز دول او الثلاث عواميد دول، فانا بتكلم عموما مش لازم على البولتري، بتكلم على اي شركه بتقدم اي خدمه بتاعه ديجيتاليزيشن لاي اندستري لاي قطاع، محتاجه ان هي يبقى عندها الخبره بتاعه القطاع ده لكل العمليات اللي بتحصل في القطاع ده. فده بالنسبه للعمود الثاني. بالنسبه للعمود الثالث هي البروسيس او العمليات اللي بتحصل من ناحيه الزبون او من ناحيه شركه الدواجن او من ناحيه اي شركه اللي هي بيحصل لها ديجيتاليزيشن. لازم يبقى في ماتيور بروسيس، بمعنى ان لازم الناس نفسها اللي شغاله جوه الشركه دي تبقى عارفه ايه العمليات اللي بتحصل بالظبط،
لازم تبقى كلير، لازم تبقى واضحة. أنا عارف إن ده بيحصل كذا وبيحصل ده وبعدين ده وبعدين ده، الورق ده بيتنقل بالطريقة الفلانية، أنا بنعمل ريبورتس بالطريقة الفلانية. هي لازم الدنيا بتبقى واضحة تماما، لأن عدم وضوح البيزنس نفسه بيخلي إن إحنا عشان ديجيتالايز أي بيزنس لازم يبقى العمليات نفسها واضحة. فلو أنا عملت ديجيتالايزيشن لحاجة أصلا مش واضحة، فغالبا بعد ما يحصل لها ديجيتالايزيشن هتلاقي إن في حاجات كتيرة جدا محتاجة تتغير، وحاجات ما تنفعش أصلا في البيزنس ده. فدي من الحاجات الانترنالي لازم تبقى البروسيس واضحة تماما عشان نقدر إن إحنا نشتغل على الديجيتالايزيشن. من ناحية البروفايدر لازم يبقى في برضو العلاقة واضحة جدا بين الشركة المفروض إن هي شركة الدواير نفسها، وبين الستيك هولدرز المختلفة اللي حواليها، السبلايرز بتوعها، الناس اللي بتجيب لها الدواجن، الناس بتجيب لها العلف، كل الكلام ده كله لازم يبقى واضح برضو بالنسبة لنا علشان نقدر نحن نعمل البروجرام اللي يوصل له. فده بالنسبة للثلاثة بيلرز أو الثلاثة عواميد الأساسية اللي لازم تبقى موجودة في أي شركة المفروض إن احنا نعمل لها ديجيتاليزيشن عموما. يعني لو احنا عملنا كابيتاليزيشن، او لو بصينا على اللي هو الجزء بتاع تكنولوجي، الجزء اللي في النص، هنلاقي ان احنا بالنسبه للبروفايدر لازم يبقى عنده الحاجتين، لازم يبقى عنده الخبره اللي هي بتاعه الدواجن بالنسبه لنا احنا، خبره الدواجن وخبره التكنولوجي. وعلشان كده احنا ما كانش ينفع ان احنا نشتغل غير بان احنا نشتغل مع خبراء في الدواجن. وخبراء الدواجن اللي احنا خبراء الدواجن اللي اشتغلنا معاهم ما اشتغلناش بس من خبراء الدواجن من مصر بس، لان الفكر بتاعنا كان ان احنا البرنامج ده احنا مش عايزين نشتغل في مصر بس، البرنامج ده عايزين نشتغل في العالم. فعشان ابني البرنامج من الاول خالص انه يشتغل في العالم كله، لازم يبقى بفكر اصلا بنفس الطريقه دي. وانا بعمل اي ريكويرمنت او وانا بعمل اي فيتشر جديده في البرنامج، لازم افكر الفيتشر دي هتستخدم عموما في كل العالم ولا هتستخدم بس في مصر. ولو هتستخدم بس في مصر، فمحتاجه ان انا يبقى الدنيا كاستمايز بحيث ان هي لا دي هتستخدم في البلاد الفلانيه بس، او يبقى عندي الاوبشن ان انا اكونفيجر البرنامج لاي دوله. فلما اتعاملنا مع خبراء كتير من اسكتلندا، من نيوزيلندا، من ايرلندا، من ساوث افريكا، من هولندا، فمينلي دول الاساس. وكان اي ريكويرمنت بيحصل، يعني اي حاجه جديده مثلا عايزين نعمل لها امبلمنتيشن، كنا بنشوف الحاجه دي هتستخدم في اي انهي دوله ونبدا ان احنا نجمعها. لو حاجه بتتعمل بثلاث طرق اربع طرق، بنعمل امبلمنتيشن للاربع طرق عشان في الاخر يبقى عندنا البرنامج يحتوي على كل الريكويرمنتس اللي تنفع عموما في العالم كله. وطبعا التعامل مع خبراء البولتري ما يغنيش عن ان احنا يبقى عندنا تكنولوجي تيم جامد جدا. فالتكنولوجي اكسبيرتس وديتا ساينتست وبروجكت مانجمنت اكسبيرينس كان لازم تبقى موجوده اوريدي. طبعا تكنولوجي اكسبيرتس اللي عندنا في التيم، في ناس اشتغلت في ديفنس ديبارتمنت في امريكا، في ناس اشتغلت في اير سبيس، في حاجات ليها علاقه بالتليكومنيكيشن ويوتيليتيز، فناس عندها خبره كبيره. والخبره دي بعد كده اتنقلت للبرنامج علشان في الاخر نقدر ان احنا نغطي كل الريكويرمنتس وكل الفيتشرز اللي احنا محتاجين ان احنا نحطها في البرنامج. فده كان الاساس بتاع البرنامج، وعشان كده قدرنا ان احنا نعمل ابو اردان بطريقه ان هي فعلا يغطي كل الفيتشرز اللي في العالم عموما كله. لو بصينا بقى على البولتري اندستري نفسها، قطاع الدواجن نفسه، هنلاقي ان بيزد على 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 ريل كيس ستاديز، ابحاث اوريدي حقيقيه، لقينا ان في الشركات الدواجن بتخسر اكتر من 5% نتيجه ان مفيش افيشنسي، مفيش افيشنسي في ال مفيش efficiency في التعامل مع الريسورسز الموجودة. فأنا في الآخر أنا عندي ريسورسز بستخدمها، يعني مثلا عندي
يعني بيبقى مثلا موارد موارد، موارد بالظبط، في عندي موارد معينة محتاجة أعمل مثلا بلانينج، بلانينج، تخطيط للموارد دي، استخدام الموارد دي بالطريقة الفلانية، كل ده ممكن ما بيحصلش، فبينتج عنه في هدر كتير جدا في الموارد الموجودة جوه الشركات الدواجن، وده بيؤدي لأن الشركات الدواجن بتخسر أكتر من 5% من الريفينيوز بتاعتها، فدي حاجة كبيرة جدا ممكن توصل للملايين. طيب، وبالنسبة للجزء التاني برضو اللي هي المشكلة اللي عند قطاع الدواجن، ان عنده برضو بيخسروا اكتر برضو من 5%، علشان ممكن هدر وسرقات، للأسف يعني بيبقى فيه سرقات كتيرة جدا في مزارع الدواجن. السرقات دي ممكن ما تبانش، بمعنى ان انا مثلا مثال صغير، ان الفراخ لما بتموت اللي هو النافق، المفروض ان هو بيتكتب، الواحد بيكتب نافق مثلا النهارده في 10 ماتوا، بكره في 10، بعده في 5، and so on. طيب، لنفرض ان انا عندي نافق كبر جدا، او ان انا لاي سبب إن كان في سرقت 3 4 5 20 فرخه من عنبر الدواجن، فمدير المزرعة لو هو فعلا مش كويس يعني، فبسهولة جدا ممكن ان هو يلعب في البيانات بتاعة المزرعة، ويغير البيانات دي بحيث ان هو ال20 دول هيقسمهم على 4 5 ايام، فمش هيبان ان هما اتسرقوا، مش هيبقى فيه اي مشكلة، اه لا دول ما اتسرقوش، مفيش اي مشكلة. وعشان بس ابين حاجة مش سوري، عشان ابين حاجة مهمة جدا، مزارع الدواجن، انا قبل ما اشتغل في اي حاجه ليها علاقه بالدواجن كنت فاكره مزرعه الدواجن اه لا ده حاجه عاديه يعني، راجل عادي شغال، مش بيكيب تراك بقى من بيرفورمانس وبيانات لا لا اكيد يعني، مش حاجه كده خالص يعني، هو عنده الفراخ بيربيها بتكبر وخلاص يعني ويبيعها. حتى العامل حتى المزارع الصغيره بتكيب تراك من البيرفورمانس داتا بتاعتها، يعني لازم اي مزرعه، احنا اكتشفنا بعد ما اشتغلنا بقى في القطاع ده، لقينا ان حتى المزارعين الصغيرين بيبقى عندهم حتى لو ورقه وقلم، هو لازم الدوره كلها بيبقى متسجل فيها كل حاجه وباليوم. فبيحصل للاسف يعني نتيجه ده، يعني لو في حد بقى ما فيش كنترول على حاجه زي كده، بيحصل سرقات كتيره جدا على مستوى بقى طبعا الشركات الضخمه، كمان بيحصل سرقات اكتر يعني. وبعدين ده ما هوش حاجه غريبه، يعني رقم 5% ده على فكره مش بس قطاع الدواجن، ده لو حضراتكم بصيتوا على في حاجه اسمها الاسوسيشن اوف سيرتيفايد فرود اكزامينرز، دول الناس اللي بيعملوا ابحاث في السرقات الداخليه اللي جوه الشركات نفسها، ف 5% ده رقم طبيعي اكروس كل القطاعات، بتزيد او بتقل في بعض الأنشطة وبتزيد أو بتقل على حسب الدولة اللي بنتكلم عليها، وبتزيد وبتقل على حسب موقع الناس دي فين في الشركة، يعني دايما أكتر نسبة سرقات أو تزوير أو أي حاجة زي كده لقوا إن هي بتتم في الناس الفرونت لاينرز اللي هو أول الناس اللي كمان اللي في المواقع اللي بعيدة، نمرة اتنين بعدهم بتبقى الناس اللي في القطاع المالي والحسابات والحاجات دي كلها. ف 5% ده رقم متوسط تقريبا لكل القطاعات كتيره او دول كتير، في اكتر وفي اقل. وبعدين طبقا للناس دول والابحاث بتاعتهم كلها، مجرد ان احنا نحط سيستم يحط شويه كنترول، وده جزء من اللي احنا بنعمله، نحط شويه كنترول على البروسيس، اوتوماتيكلي بتقدر توفر نص ال 5% دي، يعني 2.5% بيروحوا من بتوفرهم، بيكونوا قبل كده بيتسرقوا بيقلوا السرقه بتاعتهم. وبس عشان ال 5% و2.5 والحاجات دي كلها، احنا بنتكلم في الفراخ بنتكلم في ارقام كبيره جدا جدا مش صغيره خالص. الفراخ من اكبر الحاجات البروتينز اللي بتتربى بطريقه انتنسيف في الدنيا، وعاده والمارجنز بتاعتها صغيره قوي مش كبيره، فبتبقى بارقام خياليه عشان تقدر تعمل شويه مارجن صغيرين، وكل فعلا تعريفه بيفرق، كل رقم صغير جدا بيفرق، ممكن يفرق الفرق بين واحد يكسب ويخسر. فهي سنسيتيف جدا للارقام للمارجنز والتغييرات بتاعتها. بس فده مهم الموضوع على الاخر. بس فهي دي فعلا فكره، فاحنا عندنا في مشاكل كتيره جدا في القطاع،
ولو عملنا ديجيتاليزيشن للقطاع ده هيفرق تماما عن الخساره دي كلها، المفروض انها تقل جامد جدا. فده بالنسبه لنا كان البين الموجود عند المزارعين الدواجن عموما او شركات الدواجن. فاحنا قدمنا، عملنا ايه؟ عملنا ابو اردان، وابو اردان ده مينلي هو كلاود بيست، على كلاود، المفروض ان هو مانجمنت سولوشن للمزارعين، وبيقدم كنترول. يعني زي ما باشمهندس اسلام كان بيقول مينلي احنا محتاجين كنترول، فاحنا لو عملنا كنترول للبيانات وهي داخله، لو عملنا كنترول للافشنسي بتاعه الموارد، لو عملنا كنترول لكل الكلام ده، هيبقى بسهوله جدا اقدر ان انا اقلل اي سرقات او هدر بيحصل جوه الشركه. لو اخدت بالي من الافشنسي بتاعتي، هقدر ان انا اعمل نفس اللي بعمله في 3 ايام هعمله في يوم واحد، بدل ما اقعد امسك اكسل شيتس واطلع ريبورتس واجمع بيانات من اكتر من مزرعه بتليفونات. الكلام ده ممكن ياخد مثلا طول اليوم علشان اقدر في الاخر اطلع ريبورت على اخر اليوم، والريبورت بيبقى اللي هو البسيط، يعني ان هو بس مجمع البيانات، وبعديها ب3 4 ايام ابدا اشتغل يوم بحاله علشان اطلع اناليسز، او يومين عشان اطلع اناليسز عشان يقدر ان احنا ناخد اكشنز على الاساس ده. من غير الكلام ده، يعني الكلام ده كله بياخد ايام كتيره جدا. using our system، باستخدام سيستم ديجيتالايزد زي ابو اردان، انا ممكن في نفس لحظه دخول البيان، انا مش محتاجه ان انا اعمل اي حاجه، نفس ده لحظه دخول البيان كل البيانات بتبقى موجوده عندنا، على كل التحليلات بتبقى موجوده في داشبوردز والريبورتس كلها في نفس اللحظه، ممكن ان احنا نكستراكت اي ريبورت. فده من الحاجات المميزه جدا، مميزه جدا لاي ديجيتالايزيشن سولوشن، وطبعا لابو اردان عموما. من ضمن الحاجات التانية برضو البنفيتس بتاعة البروجرام، ان انا عندي فيزيبيليتي، انا خليت مدير المزرعة يقدر ان هو يشوف، او مدير الانتاج عموما يقدر ان هو يشوف كل التحليلات بتاعة البيانات ويشوف كل المزارع بمجرد دخول بيان معين. فده بيخليني اقدر ان انا لو انا عندي فيزيبيليتي، يعني شايف كل اللي بيحصل في اي وقت، فبسهولة جدا اقدر ان انا اخد قرار بناء على بيانات أساسية وبناء على البيانات الموجودة جوه البرنامج اللي طلع بالنسبة لي يعني. وطبعا governance، أقدر إن أنا أصلح كل العمليات الموجودة عندي، ويبقى فيه حوكمة على كل الشركة بطريقة أحسن. فده بالنسبة للبنفيتس البرنامج المفروض إنه بيقدمه لأي شركة دواجن. وإحنا بنشتغل طبعا على كل العمليات المختلفة اللي موجودة جوه الدواجن، زي ما قلت ان سلسله الدواجن او سلسله الانتاج بتاع الدواجن فيها كذا حاجه، فيها حاجه اسمها جدود، في امهات، مش هنتطرق طبعا للديتيلز بتاعه الصناعه نفسها، بس هي الفكره ان كل مرحله من مراحل الانتاج فيها بروسيسز مختلفه، فيها كي بي ايز، فيها مؤشرات اداء مختلفه، وفي مؤشرات اداء بقدر اجيبها من مرحله من مرحله، يعني مؤشرات الاداء بتاعت مرحله ممكن اشوفها من مرحله تانية. ممكن مثال صغير، مثلا الامهات دي المفروض ان هي الفراخ اللي هي بتجيب بيض، والبيض ده المفروض ان هو بيروح بعد كده يجيب كتاكيت، والكتاكيت دي بتتسمن، يعني بتطلع الفرخه اللي هي الكبيره اللي هي برويلرز في الحاله دي او التسمين. المؤشرات الاداء بتاع الامهات مش بتطلع من عند الامهات، هي بتطلع من الهاتشري، من الفقاسه، بمعنى ان انا عايز اعرف كام بيضه من البيض اللي انا بعته للفقاسه، كام واحده فقست، طيب كام واحده ماتت جوه البيضه، كام واحده البيضه كان فيها مشكله. كل الكي بي ايز دي، كل مؤشرات الاداء بتخلي مدير الانتاج عند الامهات يقدر ان هو يحدد نسب معينه في العلف بتاع الفراخ نفسها، يحدد عدد الذكور وعدد الاناث، يحدد ان لا ده في مشكله في الكالسيوم لان البيض فيه مشكله. في حاجات كتيره جدا اقدر ان انا مؤشرات اداء من مرحله لمرحله تانية اقدر ان انا استفاد منها. وده اللي كان قصدي بيه لما اتكلمت على ان انا يبقى عندي علاقه واضحه بين كل الستيك هولدرز او كل الناس اللي بتسبلاي او بتعمل توريد للشركه نفسها، عشان اقدر ان انا اعرف العلاقه دي واقدر ان انا اكت عليها. وبعدين الفكره هنا ان احنا
بنقدر نربط الأداء من مرحلة لمرحلة، يعني بنقدر نعرف لو حصل تغييرات في المرحلة دي تأثيرها بيبان فين قدام. هو ما بيبانش عنده، يعني طبعا ساعات بيبان عنده، بس في بعض الأحيان التأثير ما بيبقاش باين عنده، يبان قدام في مراحل أخرى. فزي ما الدكتور كان بيقول إن كل مرحلة من دول نقدر نعتبرها كأنها بيزنس منفصل تماما، عندها الأوبريشنز بتاعتها، مؤشرات الأداء بتاعتها، تبقى في مكان منفصل تماما وكل شيء. احيانا الشركه بيبقى عندها كل المراحل، احيانا بيبقى عندهم مرحله واحده او اثنين او ثلاثه بس. فان احنا نقدر نربط الحاجات ببعضها ونشوف لما عملنا ده هنا حصل ايه الناحيه الثانيه، دي مهمه جدا. وان احنا نربط كل البارامترز مع بعضها ونقدر ساعتها نستخدم بقى الماشين ليرنينج، فعلا نستخدم الماشين ليرنينج عشان يربط المعطيات دي اللي موجوده بنتيجه في الاخر، ويشوف لما احنا بنمشي بشكل معين طبقا للخبره بتاعته اللي هو اتعلمها قبل كده احنا رايحين فين، ويبتدي يقول له خلي بالك انت كده بالطريقه دي الاداء بتاعك قدام هيبقى شكله كده. دي حاجه مهمه جدا، لان احنا برضو لو رجعنا تاني الاول احنا عندنا كل حاجه ينفع تتقاس، في ستاندردز، كل شيء واضح جدا ومعروف. فدي حلاوه ان الداتا تبقى واضحه وان الواحد يقدر يشتغل بيها فعلا، وما يبقاش فيها حاجات فازية او مش باينه او اي حاجه. بالظبط. فده الاساس، وده اللي خلانا طبعا بنستخدم latest technologies زي ما باشمهندس اسلام كان بيتكلم على machine learning، طبعا predictive analytics، طبعا كل حاجه على الكلاود عندنا، وبلوك تشين. هتكلم على البلوك تشين بعد شويه في البرودكت الجديد بتاعنا. فده بالنسبه للبولتري تشين اللي هي الفاليو تشين كلها، واحنا ان احنا نغطي الفاليو تشين كلها. example مثلا للماشين ليرنينج، الماشين ليرنينج احنا عندنا واحد من الالجوريثمز مثلا اللي احنا بنستخدمها في الماشين ليرنينج، ان احنا نقدر ان احنا نبريدكت نتنبأ بالبرفورمانس، مستوى الاداء بتاع القطيع بعد 14 يوم او بعد اسبوع من دخول القطيع ده. فانا عندي بعد اسبوع بيبقى عندي بيانات بتاعت القطيع، اقدر على طول اقول له في اخر الدوره بتاعت القطيع شكل القطيع ده هيبقى عامل ازاي، الدوره كل المؤشرات الاداء بتاعته بتبقى عامله ازاي. طب ده فايدته ايه؟ ده فايدته كبيره جدا، ان انا عندي في اوقات معينه ممكن اذبح القطيع فيها. انا ممكن اذبح بدري، ممكن استنى شويه، ممكن ازود علف، ممكن اقلل. كل الاكشنز او ديسيجنز اللي محتاجه انها تتاخد دي علشان تقلل لي الكوست بتاعي وانها تزود الريفنيوز بتاعتي، ممكن ان انا اقدر ان انا اكت عليها على اساس ان انا او ان انا اخدها بيزد على البيانات اللي طالعه لي او التنبؤ اللي طالع لي من البرنامج. وقدرنا باستخدام طبعا ماشين ليرنينج، يعني ده الالجوريثم، ده واحد من الالجوريثمز مثلا، قدرنا ان احنا نوصل ل 95% accuracy، which is يعني طبعا كبيرة جدا بالنسبة للمزارعين. فده حاجة من الحاجات مثلا اللي استخدمنا فيها machine learning. طبعا من حاجة تانية طبعا الموضوع ال insights وال visualization بتاع ال data. ممكن تسلمي. لا، ف بنقدر نكورليت الحاجات مع بعضها. والميزه كمان في حاجات زي كده ان الواحد بيقدر يشوف تغييرات صغيره جدا وكورليشن صغيره جدا ما ينفعش الواحد يشوفها بعينه المجرده، او ما ينفعش يشوفها على بيانات بتاعت يوم او اسبوع او شهر او حاجه زي كده. في تجمع كل حاجه مع بعضها وتعمل تحليل، بتلاقي بقى ايه، بتلاقي باترنز او بتلاقي اختلافات كونسيستنت ما بتوضحش غير لما تبص على الصوره الماكرو. يعني مثلا الهيت ماب دي بتوري ايه، مثلا فروق في البرفورمانس بين شهور وسنين معينه، فبنقدر نشوف السيزوناليتي ونقدر نشوف ان احنا في شهور مثلا معينه الاداء بيبقى اقل سنه. دي مثلا بتتكلم على الليفابيليتي اللي هو كميه الفراخ اللي بتعيش، اللي هي عكس المورتاليتي. يعني لو عندنا عكس النافع، عكس نافع، لو احنا عندنا 5% نافع مثلا، ده معناه احنا عندنا 95% ليفابيليتي. فبس فده بيوري الحتت اللي فيها مشاكل في البرفورمانس سواء كان شهور او سنين، ونقدر نقول ايه ده بقى اللي يحصل، يعني عدلنا حاجه هنا، عملنا حاجه هنا، وتبقى شايف التاثير شكله ايه. ونقدر نلعب بالبارامترز بقى ونطلع بارامترز ثانيه كتيره، يعني ده النافع، نشوف الاوزان وتاثير الاوزان شكله ايه. ومش شرط تبقى شهور وسنين، ممكن يبقى بمراحل اخرى قبل كده، مثلا بعمر الفرخه اللي باضت البيضه، او بالمعمل التفريخ اللي عمل الفأس فيه اللي فأس فيه كتكوت، او اي او السلاله اللي بستخدمها. احنا في سلالات كتيره بنستخدمها، وكل سلاله تيجي بالستاندرد بتاعها، وممكن يبقى في تفاوت في الاداء، ممكن يبقى في تفاوت في الاداء من سنه للتانيه، ممكن يبقى في تفاوت في الاداء
من صيف لشتاء، ممكن يبقى في تفاوت في الاداء لان في سلاله معينه بتستحمل اكتر في ظروف جويه مختلفه عن التانيه اللي هي المفروض ما تبقاش موجوده، لان لو العنابر كلها مقفوله بطريقه مظبوطه ما يبقاش في فرق بين الصيف والشتاء، بس مش ده دايما الواقع اللي بيحصل، ساعات بيبقى فيه فروقات بس. فكورليتنج كل البارامترز دي مع بعضها عشان الواحد يشوف الاداء ويشوف ايه الحاجات اللي بتاثر فيه وبتاثر فيه ازاي عشان يعمل اوبتمايزيشن ليها عشان يحسن الاداء قد ما يقدر، دي حاجه مهمه ودي الكمبيوترز بتبقى كويسه فيها. تقدر تلاقي الحاجات الصغيره قوي كونسيستنت، لما بيبقى فرق صغير جدا جدا، هو صحيح صغير لا يعني ولا حاجه، بس برضه لما تيجي تجمعه على فوليوم كبير جدا ده بيبقى رقم مهول، بيتكلم في ملايين. فدي الفكره يعني. مثلا على سبيل المثال دي مثلا جراف بتوري فروق بين سلالات معينه، احنا طبعا حاطين كودز مش اسامي، بس هي في الحقيقه بتبقى الاسامي عشان السلاله 2 و3 و4 وسو فورث. فبيوري ان مثلا السلاله نمره 7 في فرق كبير جدا بينها وبين اداء بتاع بقيه السلالات، والليفابيلتي بتاعتها بتقل في مرحله معينه. فانا لما اشوف دي ده اوتوماتيكلي هبقى عارف ان انا لا انا مش عايز 7 دي تاني، انا عايز اشتغل من السلالات اللي فوق، يعني المناسب بالنسبه لي ان اشتغل بالبني او البرتقالي الغامق اللي فوق خالص دول، لان يعني هتفرق جامد. وبعدين لما اخد ده بقى اكستراكوليت ده واحط عليه الارقام والاسعار، هتلاقي في فرق رهيب في الارقام والاسعار. فدي حاجه نفس الحكايه بقى، نفس الجراف دي اقدر اطلعها بالمزرعه اللي انا بستخدمها، اشوف المزرعه دي بتكسبني ايه وتخسرني قد ايه، لما الاقي في مزارع معينه تحت ما في مشكله انا محتاج اصلحها، اشوف بقى ايه المشكله اصلحها اوقفها، لو هي حاجات كونتراكت بستخدمها عند حد خارجي ما استخدموش، الكلام ده كله، الهاتشري، السنه، المصدر، كل حاجه والمورد. بنقدر بقى نحط وات اف سيناريوز، يعني بقدر ابص مثلا على الاوبريشن بتاعتي وانا لقيت مثلا المزرعه المعينه دي ادائها وحش او السلاله المعينه دي ادائها وحش، بقول طب لو انا كنت استخدمت دي بدل دي كنت هوفر فلوس قد ايه؟ فيقول لك انا كنت هتوفر كذا طن او كنت هتوفر كذا مليون وات ايفر، مثلا العمله بتاعتك دولار او جنيه او ايا كان العمله اللي بتستخدمها. فبتقدر تلعب بالحاجات وتعمل وات اف سيناريوز وتشوف تاثير قرارات معينه لو كنت عملتها السنه اللي فاتت او اللي قبلها كانت هتاثر ازاي في المكسب او الخساره بتاعت الواحد او الانتاجيه بتاعته. دي مينلي يعني هنا لما نتكلم على يوزنج ماشين ليرنينج، فمينلي يوزنج ماشين ليرنينج وارتفيشال انتليجنس عموما ده بيخلينا نقدر ان احنا نوصل تقريبا دين حوالي 5% من الريفينيوز، لان احنا بنقدر ان احنا نسبوت ونشوف الاي انفشنسيز الموجوده ونقدر ان احنا نطلع حوالي 5%. ده طبعا بيزد على ريل كيس ستادي احنا اوريدي عملناها، ممكن تبقى اكتر من 5%، ممكن تبقى اقل من 5%، بيزد طبعا على الشركه الدوائر نفسها اللي بتستخدم السيستم، زائد بيزد على الداتا. يعني ممكن يكون شركه ما عندهاش داتا كويسه، ففي الحاله دي مش هقدر ان انا اطلع او بريدكت بيرفورمانس كويس يخليهم يقدروا ان هم يحسنوا من البرفورمانس بتاعهم. بس مينلي طبعا خلال يعني حتى بدون ماشين ليرنينج، انا حتى عشان اكونترول بقدر ان انا اعمل كنترول على العمليات نفسها وايدنتيفاي اي انفيشنسيز ديورينج السايكل نفسها، خلال الدوره نفسها اقدر اطلع اي انفيشنسيز موجوده. وده اكشلي بيجيبنا، بما ان دكتور عماد بتقول داتا، انا دايما في حاجه بقولها للناس ان الداتا از از جود از الشخص اللي بيستخدمها. يعني لو جبت حد كويس جدا ممكن بشويه داتا صغيره يقدر يعمل حاجات كتيره جدا، لو جبت حد ما هواش كومبتنت، لو اديته احسن داتا في العالم كله واحسن تحليلات في الدنيا كلها مش هيعرف يعمل بيها حاجه مهمه، حاجه مناسبه. فاحنا شغلتنا ان احنا نوفر الداتا بشكل يسهل الاستخدام بتاعها ويسهل الحصول عليها وتحليلاتها بطريقه تساعد المتخذ القرار ان هو يتخذ القرار الصح. بس فان متخذ القرار يعرف يستخدم، يبقى بيبص على الداتا اصلا، ده مهم. لو ما بيبصش خالص ويعمل له اللي انت عايزه مش هيفرق بالنسبه له حاجه. وبعدين برضو في خبرتنا السابقه في حاجات كتير شفنا النموذجين، يعني شفنا النموذج بتاع حد مصحصح جدا وبيبص على الحاجات وبيبص على التحليلات ويشوف ازاي يقدر يحسن الاداء بناء عليها وبياخد اكشن، وشفنا حد بتجيله التقارير والحاجات دي والداتا يحطها
في الدرج ومبسوط خلاص، ما عندوش مشكله، ما بيركزش فيها قوي. فبرضه هنا بنرجع للعنصر البشري. العنصر البشري بقى مش من ناحيه ان البرنامج ينفع ويفشل، من ناحيه الاستفاده بتاعه التطبيق. انك تدي واحد حاجه، هتدي واحد اثنين كتاب، واحد هيقرا الكتاب واحد مش هيقرا، فطبيعي ان اللي قراه هيستفيد، اللي ما قراهوش مش هيستفيد. فهي نفس الفكره بالظبط في التطبيق او في استخدام المعلومات الموجوده في تحسين الاداء بتاع شركه الواحد. ده example مثلا للمانجمنت داشبوردز بتاعتنا. في طبعا احنا عندنا داشبوردز او شاشات اللي هي العرض بتاعت التحليلات، تحليل البيانات. في عندنا اشكال مختلفة وعلى مستويات مختلفة من الشركة نفسها. يعني زي ما باشمهندس اسلام كان في الاول بيقول خالص، لازم مدير المزرعة نفسه يستفيد كمان من البرنامج. فاحنا عندنا شاشة العرض دي ممكن تبقى على مستوى مدير المزرعة، يبقى شايف المزرعة بتاعته بالعنابر ويقدر ان هو يقارن العنابر ببعضها ويقدر ان هو يتخذ قرارات على مستوى المزرعة بتاعته. في مستوى اعلى منه شوية اللي هو مثلا مدير الانتاج، اللي هو بيبقى باصص على مزارع مختلفة ويقدر ان هو يقارن المزارع مع بعضها ويشوف كل المؤشرات الاداء بتاعت المزارع كلها ويقدر يدي برضو اكشنز على المستويات دي. وفي مستوى اعلى منه اللي هو الاكزيكتيف، اللي هو حد مدير الشركه وعايز يشوف البيانات وتقارير بتاعه الشركه كلها، مش بس مثلا على قطاع معين، لا هو عايز يشوف القطاعات كلها، مش قطاع مثلا بتاع التسمين بس، لا ده عايز مثلا بقيه القطاعات كلها. فيقدر ان هو يشوف كل القطاعات ويقدر يشوف البيانات التحليليه ويقدر ياخد برضو يتخذ قرارات بيزد على اساس البيانات الموجوده. يعني الشاشة دي مثلا، دي شاشة في بورد روم، في غرفة اجتماعات كبيرة، عشان الناس اللي بتناقش عادة الإدارة العليا اللي بتناقش الحاجات دي. وهي ديزاين بشكل إن هي تبقى انتراكتيف جدا. يعني أنا كواحد مش خبير تكنولوجي ولا أي حاجة، أقدر أبص على الحاجات وأحركها بإيدي وأدوس على دي، وأبص على السنة أدوس عليها يطلع الشهور كلها، وأبص على مزرعة يطلع التفاصيل. فسهلة الاستخدام حتى من غير كمبيوتر، بالإيد إن الواحد يحركها وينافيجيت فيها زي ما هو عايز. من الحاجات sorry. من برضو البنفيتس او الار او اي بتاع الشركه في الاخر او بتاع البرنامج، ان انا اقدر ان انا برضو اي شركه دوائر انت تقدر ان هي باستخدام البرنامج يبقى فيه كنترول جامد على كل البروسيسز والعمليات، زي ما احنا كنا لسه بنقول، وان هي بيزد على ريل كيس ستادي احنا قدرنا ان احنا نوصل برضو ل 2.5% جين، وبرضو سيفنج ان احنا نقلل الوقت الضايع بتاع مدير المزرعه وبتاع العامل اللي في المزرعه والناس اللي هم مدير الانتاج وصاحب الشركه. فتقريبا احنا بنقلل الوقت ده ب 30%، يعني في 30% وقت كان ضايع في حاجات تانية. طبعا ده الافرج المتوسط، يعني ممكن في مثلا واحد من الحاجات مثلا اللي هو كان في حد مهمته وشغلته ان هو بس ان هو يبدا يدخل بيانات ويكلم ناس الصبح ويدخل بيانات على اكسل شيت. فده دلوقتي ممكن الناس تستفاد منه، الشركه نفسها ممكن تستفيد منه بطرق تانية، مش لازم بس يبقى ان هو قاعد بس شغال على اكسل شيتس ملهاش اي لازمه. دلوقتي خلاص البيانات بتدخل على طول من المزرعه وعلى السيستم، وكل الريبورتس وكل الاناليسز اللي احنا محتاجينها بتطلع دايركتلي من غير اي من غير الحاجه لحد ان هو يدخل البيانات بايديه من الموقع نفسه او من يعني من بره الموقع يعني. فده بالنسبه للمدير المزرعه، سوري بالنسبه لحد بتاع داتا انتري، احنا مش محتاجين حد داتا انتري. مثلا مدير المزرعه كان وقته معظم وقته برضو بيضيع في مكالمات تليفون وفي حاجات ان هو المفروض ان هو ما يعملهاش. يعني هو الاساس بتاعه انه المفروض يركز في المزرعه، يركز في البيزنس بتاعه. فدلوقتي لا، هو خلاص بيركز في ده وملوش دعوه باي بيانات تانية. البيانات بدل ما بيكتبها على الورق او جوه اكسل شيت، هو بيدخلها على الابلكيشن بتاعه، الابلكيشن بتاع ابو اردان، ويبدا ان الداتا على طول تتحلل اند سو اون. فطبعا باختلاف مستويات اللي في الشركه، ده الافريج بتاع السيفنج بتاع التايم تقريبا 30%. من ضمن برضو
الاكزامبلز الموجوده والفيتشرز الموجوده في البرنامج اللي هي بتعمل بنفيت ان انا بنبص على البلاننج والتخطيط. التخطيط ممكن ان هو يبقى باكورد، لان انا عايز اعرف انا محتاج ايه من المجزر، محتاج الاوردرز اللي جايه لي قد ايه، واقدر ان انا بيزد عليه واشتغل على التخطيط اللي هو العكسي. والتخطيط تخطيط فورورد، ان انا عندي موارد معينه وعايزه اقسمها. فكل ده بيبقى فيه اوبتمايزيشن وفيه تكنولوجيز الجديده اللي احنا اللي اوريدي موجوده. ممكن استخدم برضو ماشين ليرنينج، اقدر ان انا اتنبا يعني بعمل بلاننج وبيزد على الهيستوريكال ديتا، اقدر اعرف ده انا هنا هحتاج كذا، هنا هحتاج كذا، اند سو اون. فده كل ده بالنسبه لل ماشين ليرنينج عموما، بلاننج يعني. البلوك تشين، انا كنت بكلمكم ان انا هتكلم على البلوك تشين. ف مين البلوك تشين؟ احنا عندنا اوريدي تريسابيلتي ابلكيشن. ايه التريسابيلتي ابلكيشن دي؟ هي ابلكيشن اقدر اتبع بيها المنتجات اللي خارجه من المجزر، اللي هي اخر الفاليو تشين كلها، اخر سلسله الانتاج كلها. انا عندي المجزر اللي هو بيطلع منه الفراخ نفسها اللي الناس بتاكلها، او الناحيه الثانيه اللي هي البياض اللي هو طالع البيض اللي احنا بناكله. فالناحيه المنتجات الاخرانيه خالص دي انا اقدر اعمل لها تتبع. تتبع بمعنى ايه؟ ان انا اقدر ارجع لكل العمليات اللي حصلت على المنتج ده، بمعنى ان انا اقدر ارجع للمجزر مثلا اللي ذبح الفرخه بتاعت المنتج ده. من المجزر ده اقدر اعرف مثلا نسبه الكلورين في الميه اللي اتعمل تبريد فيها كانت قد ايه، نسبه الكلورين في الهواء اللي اتعمل تبريد بيها كانت قد ايه. اقدر اعرف الجودة بتاعة المجزر ده كانت عاملة ازاي. اقدر ارجع قبل كده لما الفرخة دي كانت جوه المزرعة بتاعة التربية كانت عاملة ازاي، انا اقدر ارجع كل ال واقدر اعرف انواع العلف اللي كليته كان ايه، والعلف كان شارينه من عند مين، ومين الباتش نمبر، عشان لو في مثلا مشكله في نوع علف معين ومحتاج اعمل ريكول اقدر اعرف، واقدر اربط بقى برضو بالاداء، اقدر اربط نوع العلف ده باداء معين او مورد معين بالاداء بتاعه، او اقدر اعرف برضو الفاكسينيشنز اللي خدتها، او لو كانت خدت اي ادويه اخدتها ايه هي وامتى. وفي برضو مانجمنت بتاع حاجه اسمها withdrawal period، اللي هو الفترة اللي هي بعد ما ياكل الفاكسين اللي ما يصحش ان حد ياكلها فيها، لحد ما اثار الفاكسين كلها تروح من الجسم. لان انا لو الفرخة خدت فاكسين وبعدين انا كلت الفرخة، يبقى انا باخد الفاكسين مباشرة، او لو واخد مضاد حيوي يبقى انا كلتها برضو من غير ما استنى الفترة اللي الاثر المتبقي بتاعه يكون راح فيها، يبقى انا برضو باخد الانتيبيوتيك ده بطريقة غير مباشرة. فالسيستم بيدير كل الحاجات دي من ناحية فود سيفتي، يعني هو تريسابيلتي هدفها الرئيسي الامن، الفود سيفتي، ان انا باكل اكل اتاكد ان هو امن، ان هو فيهوش اي حاجه. فجزء منها فود سيفتي، جزء منها عشان اقدر اربط الحاجات ببعضها واعرف لو في حاجه هنا بتاثر في حته تانية بشكل معين. فنفس برضه الحكايه، لو رحنا لقينا ان مورد معين لكتاكيت، الكتاكيت بتاعته الاداء بتاعها مختلف عن الباقيين شويه، او معمل تفريخ او سلاله او اي او مصدر علف او اي حاجه، حتى مدير مزرعه، ممكن مدير مزرعه يختلف عن مدير تاني بيبقى الاداء بتاعه مختلف. فنقدر نكورليت كل الحاجات دي وتطبقها مع بعضها ونطلع الفروقات اللي بينهم. بالظبط. فده بالنسبه للتريسابيلتي ابلكيشن. احنا اوريدي عندنا تريسابيلتي ابلكيشن، بس الفكره كلها انا دلوقتي تريسابيلتي ابلكيشن دي شغاله جوه شركه واحده، بمعنى ان انا شركه عندها مزارع امهات، عندها مزارع التسمين، عندها الفقاسه، عندها المجزر، عندها السلسله كلها. فكل الترابط بين المراحل كلها دي اوريدي موجوده وبتطلع على التريسابيلتي، مفيش اي مشكله فيها. هل انا محتاجه بلوك تشين؟ غالبا لا. طب ايه لازمه البلوك تشين هنا؟ البلوك تشين احنا عملنا برودكت تاني، البرودكت تاني او اكتوالي اندر ديفلوبمنت، اللي هو تريس ماي تشيكن. تريس ماي تشيكن ده للشركات اللي هي مش انتجريتر، الشركات اللي ما عندهاش كل المراحل. المرحله مثلا مرحله التسمين عند شركه معينه، مرحله التسمين عند شركه ثانيه، الفأس عند شركه ثالثه. الشركات دي كلها احنا عايزين نوصل ان احنا نقدر نتتبع البرفورمانس او نتتبع المنتجات اللي خارجه من المجزر. اقدر برضو ارجع لكل المعاملات اللي حصلت على المنتج ده. بدون وجود بلوك تشين وبدون وجود تراست بين كل المراحل دي والشركات دي كلها، غالبا الشركات مش هتبقى تراست ايتش اذر عشان تدخل البيانات بتاعتها في نفس البرنامج. فده شويه احنا محتاجين ان احنا يبقى عندنا بلوك تشين علشان نقدر ان احنا
احنا نينيبل التراست ده بين كل المراحل وبين الشركات المختلفة مع بعضها. فده بالنسبة للبلوك تشين وازاي احنا بنستخدمه جوه القطاع الدولي. من ضمن برضو التكنولوجيز المختلفة اللي احنا بنستخدمها طبعا الاي او تي. مزارع الدواجن الطبيعي بتاعها ان لازم يبقى فيها سنسورز. سنسورز بقى بتقيس درجة حرارة، درجة رطوبة، سنسورز بتتأكد ان مراوح شغالة، مراوح مش شغالة. كل في كمية سنسورز كتيرة جدا جوه مزارع الدواجن. مش شرط ان هي تبقى انتجريتبل، مش شرط ان هي تبقى في كنترولر ليها يعني مش شرط ان هو يبقى في سوري كنترولر المفروض يبقى موجود، بس مش شرط ان هو يبقى انتجريتبل بتطلع الداتا على كمبيوتر معين. ممكن مدير المزرعه يقدر ان هو يشوف البيانات دي على طول على الكنترولر نفسه، بس في الاخر سنسورز موجوده. سنسورز لازم تبقى موجوده، عندي داتا جوه المزرعه، داتا عماله تيجي، فمحتاجه ان احنا نستخدم الداتا دي عشان اقدر برضو اعمل انا اناليتكس عليها، اقدر اطلع اليرتس، اقدر ان انا اقول لا ده في مشكله، الحراره عليت، الحراره عليت عن الستاندرد الموجود اللي هو المعيار الاساسي بتاع السلاله في العمر ده، فانا كده محتاج ان انا اقلل الحراره، درجه الحراره او درجه الرطوبه او نسبه الامونيا. كل في كميه سنسورز وديتا كتيره جدا جوه مزارع الدواجن نفسها. طبعا لو في اي مشكله في مثلا المراوح، في الهيترز، في برضه ماشينري كتير جدا جوه المزارع الدواجن، فكل ده اقدر ان انا اعمل اليرت عليها وابريدكت ان في مشكله مثلا معينه ممكن انها تحصل على ماشينز معينه. ده بالنسبه للتريسابيلتي، مثلا دي الابلكيشن بتاعت التريسابيلتي بتاعتنا. اخر حاجه كنا هنتكلم عليها في البوينت اللي هي الثانيه كانت بولتري 4.0. احنا بنحاول ان احنا نستخدم كل التكنولوجيز ونلفرج كل التكنولوجيز الموجوده الجديده زي الارتفيشال انتليجنس عموما، ماشين ليرنينج، بريدكتيف اناليتكس، بلوك تشين، اي او تي، كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها دي بنحاول ان احنا نستخدمها علشان في الاخر نبني نغير الاندستري اللي هي التراديشنال العاديه بتاعت البولتري العاديه نخليها بولتري 4.0. غالبا اكيد سمعتوا على اندستري 4.0، فاحنا مينلي احنا عايزين ناخد نفس الترم مينلي على القطاع بتاع الدواجن ونسميها بولتري 4.0. ده طبعا كل المراحل الموجوده او كل الستيك هولدرز الموجوده جوه الدواجن عموما او قطاع الانتاج نفسه. اخر بوينت بقى هنتكلم عليها هي الجلوبال يونيكنس. واحنا فين بقى ابو وردان، فين من العالم عموما باستخدام التكنولوجي دي جوه القطاع الدواجن. احنا اوريدي موجودين دلوقتي، عندنا ثلاث كذا اوفيس يعني في امريكا وفي مصر وفي دبي، في ديفلوبمنت اوفيس الاساسي طبعا هنا في مصر. وطبعا في يعني احنا الحمد لله يعني بعد كل اللي احنا اتكلمنا عليه ده، يعني اكيد انتوا شفتوا احنا كنا حاطين في دماغنا من الاول ان احنا مش عايزين نبقى سولوشن محلي ما يشتغلش غير في مصر، فالاساس ان هو ان السولوشن يبقى حاجه عالميه الناس كلها بتبص لها، تبقى حاجه فعلا مبهره عموما يعني. ففعلا لو رحنا دلوقتي في اي مكان عموما يعني في افريقيا، في اوروبا او في امريكا، لو اتكلمنا عن اي حد بيتكلم في الدواجن هتلاقوا ان ابو وردان اوريدي علامه معروفه في الاندستري. ومثلا فور اكزامبل بولتري تك سامت ده المفروض ان هو بيتعامل في عاصمه الدواجن في العالم، هي جورجيا في امريكا. ده بيتعامل كل سنه. في 2018 المفروض ان هم اختارونا ك one of the innovators اللي هم المفروض هيأثروا تاثير وامباكت، يعني يعمل تاثير جامد جدا في قطاع الدواجن. ده كان بالنسبه لنا كان حاجه كويسه جدا، ورحنا فعلا اتكلمنا هناك. في السنة الثانية برضو في 2019 رحنا برضو بولتري تك سامت، وكان حاجة برضو يعني من العلامات الأساسية إن حد مثلا كان في تاني سنة اللي هي السنة اللي فاتت في 2019 كان حد ايكون من الايكونز بتاعة الدواجن في العالم كله، وهو بيدي الكينوت سبيك يعني هو الكينوت بتاعته، يعني هو كينوت سبيكر وكان بيدي السبيتش بتاعته، فمين يبص لنا واتكلم علينا. يعني هو كان في وسط الايفنت كله ولسه اول توك في الايفنت كله وبيتكلم على ابو وردان.
فده ده حجم الامباكت او حجم التأثير اللي هو اللي احنا عملناه جوه الاندستري نفسها. بس وشكرا جدا، واحنا يعني available طبعا لو في اي اسئلة يعني. باشمهندس احمد، شكرا جدا يا دكتورة نعمات وباشمهندس إسلام على ربنا التوك يخليكم. الجميلة دي. ما شاء الله الشغل are doing a great job. يعني الفكرة بتاعت توظيف التكنولوجي في قطاع زي قطاع الدواجن دي فكرة عبقرية. ما شاء الله ظاهر إن أنتم مستخدمين كل latest technologies في الموضوع. إن شاء الله نأمل إن أنتم تكملوا على كده. هو أنا عندي سؤال، هل انتوا بتشوفوا بتروحوا مؤتمرات وبتتابعوا على مستوى العالم في شركات أخرى في القطاع ده شغالة في نفس الفكرة؟ في احنا لينا لما بنيجي نبص على مين المنافسين بتوعنا، لينا منافس رئيسي شركة في أمريكا كبيرة شوية، وهم أقدم مننا شوية، وهم المنافس الرئيسي من ناحية الكفرج بتاع الريكويرمنتس وعمق التنفيذ في كل الأجزاء بتاعة الجزء بتاع الدواجن. ده المنافس الرئيسي بتاعنا. وبعدين احنا بنبص عليه هو، واحنا بالظبط يعني جنبيه، احنا الاثنين جنب بعض. في ناس تانية بقى، يعني في طبعا في ابلكيشن صغيرة قوي بقى اللي هي ايه، تخش تداونلود الابلكيشن ب $30 وتستخدمها، بتغطي مثلا 2% مثلا من اي حاجة من الانتربرايز ابلكيشنز الكبيرة بتغطيها. بس في السكيل اللي احنا هنتكلم فيه، اللي احنا لينا منافس رئيسي. في النص بقى في شركتين كده ولا حاجه، مش زينا احنا، هم اصغر شويه. هم طبعا هم بيتحركوا، ما فيش حد ثابت، هم بيتحركوا وبيزودوا الامكانيات بتاعتهم، وعشان كده لازم احنا برضو نفضل نجري. ما ينفعش لو وقفنا الناس كلها هتلحقنا، فلازم احنا كمان نفضل نجري. بس فده دي الحته. فاحنا لو بصينا في الكوادرنت اللي فوق خالص على الشمال، فهو احنا وحد تاني الاثنين الرئيسيين، وفي ناس بقى في النص، كذا حد في النص، زائد في صغيرين قوي، دول حاجة تانية. لكن في الميدل ايست يعني انتم ابو اردان هي اللي ممكن تكون رقم واحد. هو بصراحة احنا الميدل ايست مش هو الحاجة الرئيسية عندنا. هو ابو اردان مالتي لينجوال جدا، فبنسبورت كمية لغات كتير قوي، وسهل ان احنا نضيف لغات. فاحنا حاليا يعني احنا بالنسبه لنا مصر بايلوت ماركت ظريف، بس التركيز اللي احنا مركزين فيه ما هوش من يعني احنا طبعا بنحاول نضيف من الايست وكل حاجه يعني عايزين، بس يعني اكيد مش هنقول لا، بس بنحاول نبص على الحتة الريسبتيفنس بتاع الناس فيها اكتر شويه للتكنولوجي. فحضرتك عارف الريسبتيفنس للتكنولوجي بتتفاوت من مكان لمكان، ومن ثقافه لثقافه مختلفه. اقول لحضرتك مثلا مثال صغير غريب، ان احنا اكتشفنا ان لقينا في ناس مثلا من زيمبابوي ومن نيجيريا ومن الحتت دي كلها، صغيرين جدا 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 جدا، وانترستد قوي ان هم يبصوا عايزين يستخدموا التكنولوجي الجديده. في نفس الوقت بتقابل شركات في طبعا في مصر ناس متقدمه وعايزه دايما يبقى عندها احسن حاجه واجدد حاجه، وفي نفس الوقت بتلاقي في شركات مثلا بتبيع بمليارات، ولما تيجي تتكلم معاه هو لا، هو شايف انه كده كويس، ويقول لك لا يا عم انا بتاع فراخ، انا مش بتاع تكنولوجي. فالراجل ابو مزرعه صغيره قوي ده شايف ان هو يقدر يستفيد من التكنولوجي. فهي زي ما بقول لحضرتك برضو فرق منتاليتي وطريقه توظيف التكنولوجي في انه يبقى عايز يحسن الاداء بتاعه. في الراجل اللي هيبص على الداتا ويحسن حاجاته، وفي الراجل التاني اللي بالنسبه له دي ما هيش حاجه مهمه، وهي ماشيه الحمد لله ظريفه وخلاص. فهي بتبقى فرق ثقافه وفرق استعداد للتطور من مكان لمكان. برضو يعني في مصر ناس متطوره ودايما بتفضل متطلعه للحياه الجديده والاحسن وتطور مستمر، وفي كده يعني الاثنين موجودين، ده موجود وده موجود. بس لو احنا بنتكلم كمان على الكومبيتيتور في الميدل ايست، احنا يعني لو برضو زي ما باشمهندس اسلام كده قال، مينلي احنا بنتكلم على requirements او requirements و features و benefits من ال solution. it's an enterprise application، مش حاجة صغيرة. فاحنا لو بنتكلم على الميدل ايست برضو احنا ما فيش، لا ما فيش كومبيتيتور
يقدر ان هو يغطي كل الحاجات الموجودة في ما فيش كومبيتور في نفس الكاتيجوري. بالظبط. فيعني في طبعا حاجات تانية حاجات صغيرة، حاجات صغيرة. كويس جدا، ما عشان الفكره فعلا ان هو انا كنت متصور ان الميدل ايست هيكون ده الفكره بتاعت ابو اردان كويسه جدا فيه، عشان ما ظهرتش قبل كده، ما سمعتش عنها قبل كده. بس زي ما باشمهندس اسلام قال ان هو الفكره ان ممكن حد حتى لو جات له الداتا يحطها في الدرج وخلاص ما يستفدش بيها، او حتى ما يشغلش السيستم عنده يعني. فبجد فكره جميله جدا، و احنا سعداء ان احنا سمعنا عن الفكرة دي وعن الشغل اللي بتعملوه، شغل رائع ما شاء الله. ربنا يخليك. و بس كان في سؤال في الكومنتس، هل الكمبيوتر فيجن بيستخدم في السولوشن؟ عشان كان ذكرت في بعض السلايدز ان الكمبيوتر فيجن احنا ما بنستخدموش لحد دلوقتي. لحد دلوقتي. لحد دلوقتي بالظبط. بس هو المجال بتاع الدواجن في حاجات ظريفة كتير بتحصل، من ضمنها يعني الحاجات اللي في البايب لاين وفي مرحلة أبحاث، بس لسه كمبيوتر فيجن من ضمنهم. ومش بس مجرد كمبيوتر فيجن بثيرمال كاميراز عشان تقدر تشوف التوزيع بتاع الانفراد، الهيت، توزيع الهيت شكله ايه في الاماكن المختلفه في العنبر، وتقدر تعرف تكتلات الفراخ، وده بيعني شيء معين، ممكن بيعني مثلا مشاكل في درجات الحراره او حالات مرضيه او اي حاجه من الحاجات دي كلها. فكمبيوتر فيجن طبعا ده من ضمن الحاجات المهمه جدا وبروميسنج، وممكن يطلع فيها حاجات كتيره. من ضمن برضه الحاجات اللي فيها شغل جامد جدا الروبوتكس، في ناس كتيره جدا شغاله في روبوتس، ابلكيشنز كتيره جدا، من ضمنها ان الروبوت يمشي يلم يشوف، لان يعني العنبر يبقى كبير، هنتكلم في عنبر ممكن فيه مثلا 40,000 فرخه او حاجه زي كده في العنبر الواحد. فان يبقى عندك روبوت بيمشي في النص وبيعمل شويه حاجات، زي ان هو مثلا على سبيل المثال ابسط شيء يلم درجه حراره، لان يعني درجه الحراره مش متوزعه، مش حراره بس، تنسبس بقى كتير، حراره ورطوبه وامونيا ليفلز ومش عارف الحاجات دي كلها. زي الاكتيفيتي، ممكن هو يزق يعني في روبوت مثلا يحرك شغلته بس الفراخ. ان هو يحرك الفراخ، بدل ما الفراخ تبقى قاعده كده في مكانها، لا هو عايز يحركهم، فبيبدا ان هو يمشي في اتجاهات مختلفه جوه المزرعه، فيزق الفراخ، الفراخ تبدا تتحرك من حواليه، فده مثلا حاجه تانية. في ناس بتحاول تعمل روبوت مثلا تلم المرتلف، تلم نافق، بس دي يعني لسه يعني بعيدة شوية، في تمشي بيلموا وتلم. البيض برضه. وفي اللي بيلموا البيض، في روبوت بتمشي تلم البيض، دول برضو يعني ما فيش حاجة شغالة في الاندستري، بس في كمية ناس شغالة في حاجات زي كده كتير قوي بالنسبة للروبوتس. بس فالجزء بتاع الروبوتكس انترستنج، وبعدين لدرجة ان هو ابتدى يشد انتباه شركات تانية بتشتغل في الروبوتكس في مجالات اخرى، فابتدت تقول طب ايه ده الفراخ فيها بوتنشال كويس، فابتدوا يحاولوا يريبيربوس روبوتس بتاعتهم للموضوع. بس ففي حاجات يعني من ضمن الحاجات، شفنا الشركه بتعمل روبوتس للجيش، روبوتس حربيه، وابتدى يقول لك طب احنا عايزين نبتدي نستخدم نفس التكنولوجي اللي احنا فاهمين فيها بتاع تطوير روبوتس جباره دي عشان نخليها تشتغل في مجال الفراخ. ففي ناس بتشتغل في مجالات اخرى ابتدت تبص الجزء بتاع الفراخ، وتحاول تشوف ازاي تقدر تريبيربوس الروبوتس بتاعتها وتخليها تعمل تشتغل في المجال ده. كويس جدا، كويس جدا. طيب، في سؤال تاني في الكومنتس، هم مجموعة أسئلة. concerning the deployment, are you using private or public clouds؟ ده أول سؤال. How is بنستخدم public clouds، بنستخدم clouds، clouds cloud providers معروفين كلهم، اللي كل الناس بتستخدمهم. بس فاحنا ما فيش سبب معين يخلي احنا ما احناش اي اس بي، ولا عندنا داتا سنترز، ولا عايزين يبقى عندنا حاجه زي كده. والناس كلها هي اللي بت الناس كلها في الدنيا بتتجه الاتجاه ده، حتى البنوك ابتدت تستخدم، حتى اكشلي برضه في امريكا كان في الموضوع بتاع الجيش، والجيش ابتدى يستخدم، كان في امازون ومايكروسوفت بيدنج، وبعدين حد فيهم هو اللي خدها. فبنتجه، الناس ابتدت تتقبل فكره البابليك كلاود، حتى الناس اللي كانت بيبقى قلقانه من ناحيه انه يقول لك انا عايز الداتا بتاعتي عندي، السكيورتي ومش عارف ايه الكلام من ده، ابتدى فكرهم يتطور ويبقوا فاهمين ان فعلا الحاجات دي سكيور، وان الحاجات دي لو هي
نفس احسن من مستوى السكيورتي بتاعتي انا تبقى عندي. فلو انا هبوظ دي يبقى انا الادعى ان انا هبوظ اللي عندي قبلها كمان. بس فهي مش فارقه كتير، بل بالعكس احتمال ان اعرف اسكيور حاجه على بابليك كلاود اعلى من ان انا اسكيور حاجه على برايفت كلاود عندي. وبنحاول دايما نزق الكاستمرز بتوعنا في الاتجاه ده. يعني في ناس كتير، في ناس لسه برضو للاسف دول الناس اللي بيبقوا في المنطقه بتاعتنا بيقول لك انا مش عايز حاجتي، عايز الداتا بتاعتي تبقى عندي. فانك تقنعه ان السيرفر اللي عندك ده ما هواش سكيور اكتر من السيرفر اللي موجود في امازون او في مايكروسوفت او في جوجل او في اي حد من الناس دي. فبتحتاج تقنعه بحاجه زي كده. في ناس بتقتنع بسهوله وفي ناس ما بتقتنعش بسهوله. فاحنا بنحاول دايما نتجه في الاتجاه بتاع ان احنا نستخدم البابليك كلاودز المعروفه والستاندرد والستيبل والريلايبل واللي الناس كلها بتستخدمها. وطبعا لما بنيجي ندبلوي مثلا حاجات في اوروبا فبيبقى بنختار السيرفرز تبقى في اوروبا، لما بتبقى في امريكا بتبقى امريكا، جنوب افريقيا and so on، على اساس ان في الاخر هي طبعا مش هتفرق غير يعني اقل من ملي سكندز يعني، بس في الاخر بيبقى ساعات بيبقى العميل مطمن اكتر ان لا ده الداتا في نفس اراوند في اوروبا عموما اكتر، يعني الموضوع ان الداتا في نفس في اوروبا يعني مش بره القاره يعني. انت احنا كده تقريبا جاوبنا السؤال الثاني كمان بتاع بالظبط. هو ده النص الاول. النص الثاني من السؤال الاول هاو ايزي از ات تو ديبلوي، والسؤال الثاني برضو اللي هو سكيلابيلتي اوتوماتيك سكيلابيلتي. ما هو السؤال بيسأل سكيلابيلتي على برايفت كلاود. هو على البابليك اسهل، احنا بنركز على البابليك كلاود، فبابليك كلاود بتبقى اسهل شويه في السكيلابيلتي لان الريسورسز موجوده ودايناميكلي بتقدر تكبرها وتقللها. كان في سؤال التالت ليه علاقه باي او تي متهيألي. بالظبط. الداتا فين؟ الداتا لحد دلوقتي بروسيسد عندنا لسه، يعني احنا بنحاول طول الوقت نبقى فيندور اجنوستيك، فبنحاول ما نبقاش ديبندنت على فيندور بعينه. قاعدين بنبص دلوقتي على الاي او تي بلاتفورمز بتاع كذا فيندور مختلفين ونشوف هل لو احنا ابتدينا نستخدم حد من الناس بتوع كلاود مشهورين هيبقى احسن ولا لا، لان دي يعني قاعدين بنطور فيها. فده جزء. بالنسبه للاك اوف كونكتيفيتي هي نفس الفكره، بتاعه الابلكيشن. الراجل اللي قاعد مدير مزرعه بينتراكت مع الابلكيشن، هو عنده كاشت كوبي من كل الداتا بتاعته بتاع الجزء بتاعه في الانتربرايز، وبيقدر يتعامل معاها ويعدل فيها ويقرا منها ويضيف ليها ويمسح ويعمل كل اللي هو عايزه. وده اوتوماتيك بيبقى ريبليكيتد على سيرفر. لو هو ما عندوش كونكتيفيتي بيبقى شغال عادي وكل حاجه، ومنين ما كونكتيفيتي بتحصل بيسينك بين الحاجه اللي في ايديه والسيرفر. فنفس الفكره برضو بالنسبه لاي داتا بتبقى كولكتد من اي او تي بتتجمع على ادج سيرفر صغير. ادج سيرفر ما هوش حاجه كبيره يعني، ادج يونت كده صغيره، وبعدين بتبقى كيود زي في اي كيود سيستم موجود، واول ما كونكشن بيرجع بيمشي كل حاجه على هناك. فده يعني دي البيست براكتس في كل الحاجات دي. طيب تمام كده اعتقد جاوبنا على الاسئله الموجوده. بس انا عايز حاجه بسيطه جدا بالنسبه للكورونا، طبعا اللي احنا الفتره اللي احنا فيها دلوقتي، هو السولوشن بتاعنا كمان بيساعد ان احنا نقلل السبريد بتاع الفيروسز. ليه؟ لان احنا طبعا هنقلل الانتر اكشن بين مدير المزرعه مثلا والمدير الانتاج. مدير الانتاج الطبيعي ان في الشركات بيبقى محتاج ان هو يروح المزرعه او يروح او الطبيب البيطري المفروض ان هو بيروح المزرعه، بيبقى في كذا زياره خلال الدوره نفسها، ممكن على الاقل مثلا 3 مرات خلال الدوره. في ناس بتروح مثلا مرتين، مره في الاول مره في الاخر، في ناس بتروح 3. كل الزيارات دي المفروض ان احنا ممكن ان احنا نقللها في الفتره اللي احنا اتليست فيها دلوقتي، لان احنا اوريدي عندنا في السولوشن في كوميونيكيشن تولز احنا عاملينها، بحيث ان مدير المزرعه يقدر ان هو يتكلم مع الطبيب البيطري، يتكلم مع مدير الانتاج، يتكلم مع اي حد محتاج ان هو يبص على التحليلات ويبص على شكل المزرعه عامل ازاي.
يقدر مدير المزرعة يقدر يصور فراخ، يقدر يصور مشكلة في المزرعة وينقلها على طول من خلال الابليكيشن على لحد معين، لطبيب بيطري او لمدير الانتاج، وفي الحالة دي يقدر ان هو يتخذ اكشنز بناء على داتا موجودة، يعني ياخد ديسيجن سوري بناء على داتا موجودة وبناء على performance بتاع المزرعة كلها من اولها لاخرها، فمش محتاج ان هو يروح يشوف البيانات ويروح يشوف الفراخ. ففي الفترة اللي احنا فيها دلوقتي احنا actually بن 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 بنعمل actually offer right now ان احنا عايزين ان شاء الله يعني في الفترة الجاية هنبقى نحطه، بحيث ان هو الناس تقدر تستفاد من ابو اردان في الفترة اللي هي بتاعة الكورونا يعني. هي الفكره ان احنا بنحاول غالبا الجاي ان شاء الله هيبقى heavily discounted version من اه اللايسنس من ابو اردان لبلاد معينه اللي فيها يعني اللي فيها مزارعين الى حد ما عندهمش القدره الماليه الكبيره ان هم يدفعوا في حاجه زي كده. فعشان نشجع الناس ان هي تعمل حاجه زي كده هنعمل يعني غالبا very heavy discount او subsidizing ليه على مستوى في الفتره بتاعت الاوتبريك الفتره بتاعت الاوبري. بس عشان اوضح حاجه صغيره كان دكتور عامر بس عشان ما حدش يفهم بالغلط، ان هو البرنامج ما هوش بديل للزيارات تمام 100%. هي الهدف في القطاع بتاع الدواجن لازم هيبقى فيه الناس حتى يبقى فيه زيارات ويشوفوا الحاجات وكده، بس هي الفكره ان احنا نقللها. يعني بدل ما هو بيعمل عدد زيارات معين لو قللها ده هيبقى احسن، فهو بيقللها بدون ما ده ياثر على إمكانية متابعته للأداء بتاع المزرعة يوم بيوم بطريقة أحسن. بل بالعكس، هو كان في الأول بيتابعها أكتر لما بيروح، هو دلوقتي حتى لو ما راحش في أثناء في الأيام اللي هو ما بيروحهاش بيقدر يتابع برضه، فهو بيقدر يوم بيوم شايف كل التفاصيل، مش مستني لحد لما يروح في المرتين أو في الثلاثة اللي هو بيروحهم أو في الأربعة اللي هو بيروحهم لحد لما يروح عشان يبتدي يبقى شايف التفاصيل أكتر. بس فدي الفكره، ان هو ممكن يقلل الانتراكشن بينه وبين الناس اللي هناك. وطبعا هو مش بينتراكت مع واحد، هو بيروح يقابل واحد وفي تاني واحد تاني بيروح يقابله واحد بيروح يقابله، وبيبقى في كميه انتراكشن كتير بين الناس وبعضها. فانك تستخدم حاجه زي كده عشان تاوتوميت جزء من زي ما احنا كده بنتكلم دلوقتي، ما احناش قاعدين في قاعه ما فيش ناس كتيره قاعده دلوقتي، كل الميتنجز الناس بتعملها على زوم والبيزنس شغال، فمش محتاجين نقابل حد ونسلم عليه ونتنفس وش بعض والحاجات دي. والبيزنس شغال وكل حاجه، فده جزء احنا يعني شايفين برضو ان احنا بنحاول نفرق فيه في موضوع الكورونا. طيب كويس جدا، و كده خلاص ممكن نختم، ما عندناش أسئلة تانية، ما فيش أي إضافات تانية من جانب حضراتكم. في النهاية بس نحب نختم نشكر حضراتكم تاني على الويبنار الممتع ده والبزنس الجميل، نتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق وتبقوا لكم الصدارة على مستوى العالم إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جدا، ميرسي جدا. شكرا جدا. شكرا شكرا يا دكتور، شكرا يا باشمهندس، حفظ الله. مع السلامة. السلام عليكم. السلام.